يا الله يا كريم. المهم الإخوة وعدتكم على جل باش نزيد نفتح لكم هذا البث المباشر على جل باش كاين إخوة قبيل كانوا يحوسوا يديروا مداخلات، وللأسف الشديد ما كفاهمش الوقت. وعليكم السلام الأخ عبد الحميد. الأخ الوناس شوفوا هذا الأخ. مرحبا بك. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام، من راك تكلم فينا الأخ والاسم نتاعك من فضلك؟ أنا اسمي خالد من باريس. مرحبا بك الأخ خالد. راك مليح أستاذ؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يسلمك. وأنا شفت الموضوع تاعك في قضية المهاجرين والانتخابات. هذا موضوع مهم. أنا مهاجر، راني في 18 سنة هنا في باريس. ما شاء الله. وانا كنت في الحمله الانتخابيه تاع الطالب الابراهيمي 99. ايه مالك معلم كبير يو. ايوه في 2000 طلعنا لفرنسا، وانا كنت ضد بوتفليقه. من 2000 انا ضد بوتفليقه. كنا نهضر مع الشباب، كان في عمري تما 23 سنه. واش من جهه كنت؟ انا مستغانم. ايه كاين واحد الاخ كذا نشفع عليه، كان معانا من مستغانم، ما لي ماش تاعو برك راه قدامي يعني. بصح هو ما هيا، وتكلمنا مع الشباب تما هذيك الفتره بلي هذا بوتفليقه غادي يدي البلاد الكارثه، وتبين جاب بالكذب مشروع خاطئ كما قال لك. المهم نتكلموا على المهزلات على الانتخابات هذه، التهريج اللي راه واقع. هذا النظام الفاسد راه يدير هاد الناس، هاد المهرجين هادو، باش يقول لهم باللي انا نقعد في انا ولا هاد المهرجين. اما فيما يخص رشيد نكاز، شوف انا رشيد نكاز كون بغيته حبيته يقعد في المقاومه افضل من الترشح. كون قعد مقاوم افضل احسن. وانا انسان ما نشككش في الوطنيه تاعو، باش نعرفوا هنا في باريس ونعرف كل واحد والرأي تاعو. سبحان الله العظيم، هو تكلم قال ندير توافق مع الأحزاب معارضة، ما قالش كلمة غلطة، قال نختاروا. من وقتاش هو ظهرت هذه الفكرة نتاع التوافق؟ هضر شحال من خطرة، نهار اللي داروا مازافرون 1 ومازافرون 2 بدا في 2013 والله. المهم قال لهم نديروا مرشح واحد. بصح المشكله النخبه هذه هي اللي راهي دايره هاد المشاكل تبان لي انا في الجزائر. واش من النخبه؟ النخبه عبد الفليس حمروش كاع النخبه. انسان بروبوز عليهم باش يديروا معارض واحد، على ما يدخلوش معاه في الاتجاه باش يضادوا هذا النظام. والنقطة الثانية اسمح لي. والنقطة الثانية في بخصوص الدستور، دروك حنا رانا كمهاجرين هنايا، كاين ناس عندهم كفاءات، كاين عندهم حنكة سياسية، كاين علماء، كاين لا دياسبورا كاع اللي راهي هنا في فرنسا ولا راهي في كندا ولا. نعم النقطة هذه كنت راح نتناولها في النقطة هذه. أنا حاجة ما فهمتهاش، كيف مواطن جزائري موقيم في ليتونجي يمنع من الترشح، ونهار الفوت الكونسيلا كاع المهاجرين يعيطوا لهم باش يفوتوا. كاين تناقض هنا، هذا النظام راه كاين تناقض، احنا ما فهمناش حنايا. وهما هاد المسؤولين اللي راهم في الجزائر عنده الحق يجي هنايا يشتري فيلا ولا يشتري ان بافيون ولا جو سي با مون ويدوموندي لا ناسيوناليتي، كيف هما عندهم دستور على حسب المقاس تاعهم كيما هكا. وحنا ما عندنا حق مهاجرين.
مع الملتحق والبر انا مانيش ننتظر من هذا المترشحين برنامج، احنا ما خصناش برنامج دروك، احنا خصنا حل سياسي. البلاد راهي فيها ازمه سياسيه، البرنامج مازال وقته. اللي قلنا نديرو دوله قانون تكون فيها العداله، يكون الشعب عنده كلمته. هذا ما ننتظر انا من هذا نكاز، وننتظر من سبيسيفيك، وننتظر مغديري، وننتظر، فهمتني؟ نعطيك مثال. واحد كيما مقري عنده قاعده شعبيه، عنده مناضلين ما شاء الله، الله يفتح عليك. كاش نهار دار في اليوتيوب ولا دار في الفيسبوك، دار جو سي با انا عرض البرنامج تاعو ولا تكلم ولا هضر. ام رشيد نكاز راه يتنقل، راه يتكلم، رشيد نكاز شويه تتكلم مقري. انا واحد كيما رشيد نكاز مانيش معاه، سبحان انا مانيش معاه، بصح عند واحد يقول الحقيقه. دار 48 ولايه السيد، 48 ولايه تمشاها وحده. يا الاخ الكريم اسمح لي، اسمح لي، ما عندوش كاريزما، راني معاك، ما عندوش كاريزما، ما عندوش حس سياسي. هو الله غالب، هو داير كيما انسان كيما قال لك، الله غالب هو جا كيما هكا. بصح كوميم راه يناضل، انسان راه يناضل. واحد يقول صح كلمه حق، ولا تختلف معايا الاستاذ في هذا الراي، حاجه واحده اخرى. انني يسار يهضر شكاين يهضر على بالي، ما غادي على بالي ما غاديش يوصل، ما يخلوش يوصل على بالي. اسمعني اسمعني اسمعني، شوف لو كان تاز درك هذا رشيد نكاز وهذا عبد الرزاق مقري، رغم انني اختلف مع عبد الرزاق مقري في بعض المواقف وفي بعض الاشياء المتعلقه بالسلطه، صح، وما راهم كانوا في وقت من الاوقات كانوا داخلين في التحالف الرئاسي هذاك، وراهم غير حتى 2011 ولا 2012 باش خرجوهم من التحالف الرئاسي هذاك. مشاو في وقت من الاوقات وين انه كانوا يعتقدوا من انه النظام كان هو راهو يعني آيل للسقوط وحماوه، حتى هما راهم يعترفوا بها. فهمت؟ تقول لي باللي انت انسان، هذا رشيد نكاز مناضل وانت ميتان، وهذا عبد الرزاق مقري وراه يبان، هذا مش تاع واحد راه يتبع في السياسة. عبد الرزاق مقري ماهوش نتاع السيرك. عبد الرزاق مقري إنسان دكتور، إنسان سياسي حتى نختلف معاه، ولكن إنسان مناضل يمشي في ولايات، ولكن ما يديرش هو الإثارة ولا يدير هو السيرك كما راه يدير فيه رشيد نكاز. رشيد نكاز إنسان اللي راه صحيح في عقله، تجيب نتايا راهو يتكلم لك ربع سوايع ما تجبدش منه حاجه، حاجه ما تجبدهاش، قاعد يدير في السيرك. ماهوش انسان مناضل سياسي اللي راه قال مثلا عنده، هو ما عندوش تجربه سياسيه، ما عندوش برنامج، ولا راهو قال مثلا عنده شخصيه سياسيه هكذا وراهو قال. وحتى هذه الاشياء اللي راهو هو يدعي فيها، ولا راه الناس ينسبوا له فيها هذه نتاع انه مليونير وانه انه 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 كان والو، كان والو، الريح في الشبك. فهمت؟ وري لي ترى شركه من شركات نكاز يا ودي. احنا اسمح لي الاستاذ تاعو، اسمح لي تاعو، وري لي ترى المقر تاعو راه مرشح للانتخابات. واسمح لي استاذ، اسمح لي انا اللي معك فيها. قالها وهذا علي غديري هذا هو ترشح، حتى اننا نختلف معاه تروح او دار ندوه صحفيه، راه الصحافه موجوده، وسائل إعلامية محلية ودولية، راهو عنده مقر، راهو في حيدرة، راهو عنده ناس راح تشتغل أو بدأ يتحرك في الخارج من خلال تنشيط، وناس راح بدأوا يتحركوا بعض الوسائل تاع الإعلام من خلال فتح بعض الاستوديوهات وبعض المقرات، راهم ينشطوا. رشيد نكاز وريه لي، هز تليفونه قاعد يدور، واش رايك الحاجه؟ لاباس غير الحاجه، هيا نروح نصوروا، مرحبا بك الحاجه، هيا يلا، بسم الله بسم الله بسم الله. اسمح لي الاستاذ، اسمح لي استاذ، راني موافقك في هذه الهضره، قلت لك ما عندوش كاريزما سياسيه، بصح الانسان راه يدور تمشى ويدور، راه يبادر كما قال لك الواحد. تمشي على روحك، تمشي على روحك، مشي حتى للهند، راه يبادر الانسان، راه يبادر. علاه مين قال لهم نديروا مرشح توافقي؟ قال الاحزاب خلينا، قال لهم انا ما نترشحش. علاه ما وافقوش الاخرين الاحزاب؟ علاه النخبه؟ علاه ما وافقتش؟ علاه ما راهمش باغيين؟ والله ساعه تجيبوا لي ضحك هذا الضحك. شكون هذا النكاز اللي يسمع له؟ وشكون هو؟
درك هذا الانسان اللي راهو عنده قاعده شعبيه، درك قال مثلا هذا عبد الرزاق مقري عنده حزب مهيكل، عنده ناس مناضلين مداومين شتاع مواسم، الناس مقتنعين بفكر تتفق معهم ولا تختلف معهم، ما مش تبع مخدرات، ما مش تبع فساد، ناس ملتزمين، التوجه نتاعهم ما تختلف معاهم، مشكلك بصح ما ولكن رمسيس، الناس ملتزمين بصح ما رمسيس، ينشطوا طول ما العام، رمسيس ينشطوا راه طول كاين، العام، اسمح لي، راه كاين فارق سياسي وراهم يشطوا، ما نشوفهم انا، ينشطوا طول العام، انت اللي ماكش تشوف فيهم، نشوف ينشطوا فيها، طول انا العام. اللي نتبع الاخبار ونشوف فيهم باللي ما رمسيس يشطوا، ما تاع اخبار، تاع اخبار هذيك تاع السيرك تشوفها في الاخبار، شنو الاخبار؟ يجي ناس اون راهم زونطو، هما اسمح لي تجيب لهم طول العام الفضائيات، عندهم نساء، عندهم نساء راهم يشتغلوا طول العام في الاسره، يشتغلوا عندهم مكاتب، عندهم يكونوا في ناس يديروا في مجال تاع الدعوه في 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 مكاتب نتاعهم، عندهم ناس كي تكون انت مناضل تشوفهم، تكون انت مناضل معاهم تشوفهم، راهم عندهم مكاتب، راهم يشتغلوا في اطار تاع الدعوه، عندهم ناس راهم يكونوا فيهم، عندهم رجال الاعمال تاعهم اللي راهم يخدموا يديروا عندهم مشاريع خيريه تاع مثلا حفلات بالمناسبه تاع المولد ولا بالمناسبه تاع الاعياد، عندهم جمعيه تاع الاصلاح والارشاد هذيك راها تشتغل منذ اسمه، يعاونوا في ناس في كذا، ولكن وسائل الاعلام ما ماشي ما هم ما مش يحوسوا على جل الظهور والرياء والثرثاره والبلا بلا وكذا، هذا هو راهو اذا نهار كامل هو بلا بلا، وري اللي ترى واحد راه عاونوا، وري اللي ترى واحد خرجوا من ازمه، وري اللي ترى راه قال حاجه، قاعد يتبع كل ما ظهرت قضيه يروح هو يظهر عليها ويبدا هو يدير في السيرك ويدير. صح. خلينا من رشيد نكاس، صح نهضروا الواقع، هاد الاحزاب علاه ما يبادروش ويديروا مرشح واحد؟ كاين زوج صوالح، سواء راهم خايفين من السلطه، سواء هذا المرشح ما راهش بيتحمل المسؤوليه، يا الله يهديك. شوف يدوك اذا كان تبع في كما انت السياسه، اسمح لي، اسمح لي تتكلمت على حمروش، حمروش قال كاين اهتلاك راه في الدوله على بالنا بها، هذه ماشي هو تيجي يقول لنا هذه الهضره، بصح شنو بادر وين راه دار؟ مين داروا شوف مازافرون، مين داروا مازافرون او مازافرون دو، شاو البيت تاعو، شاو الهدف تاعو، الهدف تاعو شتو هنا، واش دار، واش حقه، عيطولو عيطولو راح يحضر، واش داروا هما، عيطوا له راح حضر، هو واش داروا هما من بعد. شوف نقول لك، المفترض في الحزب لما يكون مثلا حزب راهو عنده برنامج سياسي، الحزب هو اللي يقدم المرشح نتاعو، هذه قضية نتاع المرشح التوافقي هي تخضع المرحلة، درك المرحلة اللي هي تقتضي على جال باش يكون مرشح توافقي، وريه لي، وري لي هذا المرشح، تروح انت يا الرشيد لهذاك اللي اسمه هذاك، هاو ظهر غار هنا من 2010 وبدا يبان، هذا اسمه هذا سفيان جلالي، هو الرئيس، فهمت، هو الرئيس، تروح لشخص واحد اخر هو الرئيس، وكلهم رؤساء وكلهم زعماء، الزعامه هي اللي ما خلتهمش يتوافقوا، فهمت، زعما انت دوك انت تروح تجي تحكي دوك انت مع هذا النكاز، وري لي انت، وري لي ترى المساهمه نتاع النكاز هذه نتاع مازافرون، ليكون في علمك يا سي محمد باللي الجماعه نتوع هذو الجماعه نتاع حمص هما اللي نظموها، هذه باش يكون في علمك، باسكو الاحزاب هذوك الريح في الشبك، عندهم غير الاسماء، قال هذا سفيان جلالي راهو رئيس، رئيس على واش؟ ما كان والو، فهمت، لما يكونوا في المناضلين يروحوا لنتو حمص، هما اللي عندهم مناضلين يروحوا يجيبوهم، وقال جيب لاصال وكري لاصال ودراهم وذيك ومنه، تجي لي انت يا دوك راك في قناة فضائية راك رئيس حزب، رئيس حزب على واش؟ هما دايرين لهم دي تيتر، رئيس الحزب الفلاني، الشخصية الفلانية، رئيس الحزب الفلاني، والتنظيم كش ما عندك ناس مهيكلين، كش ما عندك ناس راهم مناضلين فعلا، راهم هما يوميا معاك، راهم يتحركوا، راهم تاذوك، ها روح شوف لك مثلا هذا رئيس النكاس شكون اللي راهو قاعد معاه، وريهم لي، اعطيني اسماء تاع الناس راهم مناضلين معاه، اعطيهم لي،
عنده معاه واحد زوج من الناس، هذاك واحد يقول له لطفي، وواحد اخر راح لي الاسم تاعو، واحد جورناليست هكذا وغير كيف تخرج من الجامعه. بصح ما عندوش حزب هذا شنو معتمد ديجا، معناها؟ ما عندوش شنو حزب حزب معتمد، معتمد؟ ما عندوش حزب معتمد رشيد نكاز، ما عندوش، هو ما كاش كيدير مناضلين مقري، عنده اعتماد من عند وزارة، وعنده حزب نورمال، دار قيادة ودار مناضلين كاين فرق. شكون هذا؟ مقري الفرق بين مقري ورشيد نكاز، نكاز ما عندوش نروح اعتماد. لك يا سيدي، الحزب نتاع الاخوان المسلمين، بحكم انك انت راك تحكي لي انت درك على هذا، وش اسمه هذا نكاز، الحزب نتاع الاخوان المسلمين في مصر شحال من سنه وهو ما عندوش الاعتماد؟ شحال؟ عشرات السنين، عشرات السنين وعنده مناضلين. لماذا؟ لانه هذوك الناس يحملون عقيده، راهم يناضلوا من اجلها، ماهمش يناضلوا من اجل شخص والله زيد ها وراح نحنح، راها ناس مازالها تمشي. لماذا؟ لأن هذ الناس عندهم عقيدة يمشيوا بها. هذوك اللي راهم درك هما يمشيوا مع نكاز، راح نكاز شكون هو الشخص نتاعهم اللي راهم يتبعوا فيه؟ والله وري لي ترى العقيدة اللي راهم يتبعوا فيها، ولا البرنامج اللي راهم يتبعوا فيه، وري لي درك. إلا راك دير في السياسة، هل الإنسان السياسي لازم يكون عنده برنامج، تكون عنده عقيدة تحكمه، تكون عنده أخلاق تحكمه، تكون عنده سياسة نتاعه واضحة، ويكون ناس ماشي بالسرك. هذا انت اللي راك تشوف فيه انت يا درك، هذا نضال، هذا راهو تبهليل، صح. راك تبهليل. تقول، اسمح لي الاستاذ، راك تقول باللي مقري راه يدير السياسه، اللي يدير السياسه كاين دستور، والدستور يقول كاين انتخابات، هي على دار مقترح باش يدير تمديد العهده، تمديد هذه الفتره تاع ها ورا عند المشكل، مشكل وفاش المشكل؟ الشعب راه داير فيك ثقه. فيه المشكل هاي دوك، انت راك مشكل، انت اسمح لي استراتيج. اسمح لي، الشعب راه داير فيك ثقه. يا ها كاين انتخابات تنظم نورمالمون، انتخابات كل 5 سنين كاين انتخابات. يا ها كيف انت تروح تقول باللي ندير تمديد؟ تمديد الواش؟ ما قالش تمديد؟ هكذا في تمديد برك، لا قال قال تمديد تمديد، الواش. تمديد العهده، واش العهده الخامسه هذه ها وش مدد له؟ ما نديروش انتخابات، قال لهم ما نديروش انتخابات، نديروا تمديد العهده الخامسه. هذا الفهم نتاعك انت كيف نفهم انت؟ هذه فهم لي جورناليست هو هضروا، هو هضرها وكاع الناس هضرت فيها، ولا السبب هدره ديالها؟ واش يحبه؟ هو عنده اتصالات بحكم هو انه راهم حزب سياسي، وراهم كما قلت لك راهم كانوا في وقت من الاوقات كانوا ماشيين مع بوتفليقه، بدليل هو انه راهم كانوا موجودين في التحالف الرئاسي، خرجوهما للمعارضه، فهمت؟ راهم مشاو هما، كان منهم اللي راهو هما تسمى الناس اللي حركوهم، ولا الناس اللي هما مشاو لهم، المهم مشاو في مرحله من المراحل. من بعد فشلت هذيك الانتفاضه في الشارع، عاودوا رجعوا هما مثل ما رجع سفيان الجيلاني وناس اخرين، راحوا دخلوا في الانتخابات البلديه والانتخابات التشريعيه وكذا. من بعد درك هو بوتفليقه انتهى مريض، درك سوا هو انك انت تلقى حل سياسي قبل ما تروح للانتخابات، وهذا هو الشيء اللي هما كانوا يهضروا عليه، وانا شخصيا نوافقهم في هذه القضيه نتاع انك تجد حل سياسي قبل ما تروح للانتخابات. خاطر انت دوك لما انت تروح للانتخابات، هاهم درك هما هذو المجموعه نتاع السلطه فرضا رايحين يزيدوا يديروهم العهده الخامسه، العهده الخامسه هاهم داروا الانتخابات وراحوا زادوا داروا عهده خامسه، واش شحال خسرت انت من وقت؟ هذا انت اللي حاب تربح الوقت وحاب انت تغير النظام، هاهم دوك داروك استمراريه بالقانون وبالدستور اللي راهم دايرينه، وزادوا مشاو 5 سنين واحد اخرى. هما حوسوا على جال باش يمدوا مرحلة نتاع عام، فهمت؟ مرحلة نتاع عام وفق قال حل سياسي، قال روح نتلاقاو نتناقشوا حول موضوع معين ونلقاو حل قبل ما نروح للانتخابات. هاو دوك سيدي يزيدوا يمشيوا لك، يخرجوك بهذا واسمه هذا علي غديري، ولا يخرجوك بشخص واحد اخر، ومن بعد هما يروحوا يمشيوك 50 سنة ماشي عام، 50 سنة واحد اخرى. والله العظيم لو كان ما تلقاش الناس حل سياسي اللي تتوافق عليه
وتروح تمشي لتغيير حقيقي وفق ضمانات وشروط، والله 50 سنة، 50 سنة واحد اخر. بصح هذا الحل الاستاذ، هذا الحل السياسي على ما داروش راه في 3 سنين، 3 سنين ولا 4 سنين راح يكون هضروا داروا هذا الحل السياسي. واش من حل سياسي؟ هما راهم بداو، اسمع، علاه تميقر، اسمح لي، علاه من تقربت، علاه من قربوا الانتخابات دايرها هضروا على التمديد وهضروا. انا في رايي بلي هذا مقري وهذا بنفليس وهذو، هذو احزاب راهي في الانقراض، يخاف لا تنقرض، راهي تحتك بالسلطه المناصب الخطره الجايه، لا طلع بوتفليقه العهده الخامسه يقعدوا في هذه ما كان لا نفعل. لازمك تفرق حزب هذا نتاع حركه حمص، هذا ماهوش قائم على شخص، قائم على عقيده، الا راك تفهم الكلام. أنا فاهم، أنا فاهم. عقيده يروح مقري والله يزي يروح عمر، راهم رايحين هما يستمروا، لانه الحزب هذا قائم على عقيده، قائم على مدرسه تاع الاخوه المسلمين. هذا نتاع بنفليس حاجه واحده اخرى، بنفليس قادر يروح هو يروح الحزب نتاعو كما راهم راحوا احزاب واحد اخرين، لانه الحزب ماهوش قائم على الشخص، قائم على فكر، قائم على عقيده، قائم على سياسه. فهمتي؟ هذه المساله، هذه قضية نتاع الانتخابات، أنا شخصيا كنت ولا زلت أناضل من أجل هذه القضية، هو أنه يكون التغيير وفق حل سياسي، خطر علاه الصراع هذاك راهو رايح يؤدي فيما بعد للمواجهة، والمواجهة أنت ما عندكش الوسائل على جال باش أنت تواجه، ما عندك لا مال ولا عندك إعلام ولا عندك حتى باش راح تواجه أنت هذا الناس هذا. شكون هو المستفيد برك؟ هاد الجماعة اللي دركهم رفضوا هذه القضية نتاع التمديد لمدة سنة وفق حل سياسي، راهم رايحين فيما بعد دركا يختفيو، ولكن هاد الجماعة يبقاو. بصح اسمح لي الأستاذ، هذا الحل السياسي بادروا له، بادروا له من قبل وما جابش نتيجة. طالب الإبراهيمي مع جماعة بادروا له، ما كانش اللي رضى بهذا الحل السياسي، هادو كانوا بروتون كانوا في النظام، ما بالك أنت مقري يبادر. شو من حل؟ هضر الحل السياسي. ما اعتقد ماكش تفهم في الكلام تاعي. راني فاهم الكلام استاذ، قبل المقري ما بادروش. رانيش اسمع، انا ما رانيش ندافع لك على حمص، ولا راني ندافع لك على الفكر نتاعها. راني فاهم. الحل السياسي المحتوى نتاعو فيه نقاش، راني نحكي لك على الحل السياسي، هو انه الناس قالوا ودي مجموعه في السلطه اللي كانوا في وقت من الاوقات قال مثلا رافضين هذه القضيه نتاع المشاركه ولا كذا، قالوا ودي هما راهم لقاو صيغه، قالوا ودي بوتفليقه راه مريض وراكم تشوفوا في الوضع وكذا وكذا، والجزائر راها مستهدفه وكذا، لما لا هو انه نديروا حل يعني نلقاو صيغه على جال باش هي نمهدوا بها الوضع واحد اخر. فهمت؟ جماعه تحركوا لماذا؟ لانهم ما مش يحوسوا على الحل السياسي، هذه اللي المساله اللي لازم يفهموها الناس، هادو هما اللي تحركوا، ما همش يحوسوا على الحل السياسي، ما همش يحوسوا على جال البلاد تخرج من المازق. واش يحوسوا؟ يحوسوا ان تجرى الانتخابات في الوقت نتاعها. لماذا؟ على جال باش يحضروا الخليفه نتاعهم، وفيما بعد هما يلعبوها لك معارضين ويديوك 50 سنه وانت تتبع في الريح. فرق بين هو انك انت يا خويا سطعوا نجمعه في السلطه راه مسطعوا، وقال مثلا يحوسوا على حل سياسي وراه المشكله، ندير حل سياسي معهم راه المشكله، قالوا ودي اروح نتفقوا على مرحله نتاع عام ولا عامين، والله خلي يا سيدي حبي يموت خلي يموت في السلطه، ولكن انا فيما بعد نمنع البلاد. والا انك انت تروح هالجماعه اللي راهم يدعيوا في المعارضه، يروحوا هما يخيطوا لك شخص ومن بعد يمروه تحت شعار مجتمع، مشروع مجتمع، تغيير جذري، تجديد، يجيبوا لك شعارات هم مختصين فيها، ومن بعد اقعد انت تبع في الريح، تبع 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 تبع، تلقى روحك راحت 5 سنين 10 سنين، ها هو بوتفليقه، ها هو عنده 20 سنة، ها هو عنده 20 سنة رايح درك، هذا اللي راهو رايح يجي خير من بوتفليقه، راني ضده ضده في 99 ماشي الان، هذا دوك اللي راح يجي، هذا دوك اللي غديري، هذا وريني العلاقه الدوليه اللي راه عنده، وريني المستوى السياسي اللي راهو عنده. اسمح لي الاستاذ في هذه النقطه،
كاين رؤساء في العالم، ماشي كاع الرؤساء كانوا دبلوماسيين من قبل، ما كانش ماشي كاع الرؤساء كانوا دبلوماسيين باش ولاو رؤساء. نعطيك مثال، ماكرون، ماكرون كان ماكرون سياسي، ماكرون ماكرون قرا ما ماكرون ما كانش ماكرون وزير. ماكرون ماكرون وزير كان في الايكونومي، قرا الايكونومي. وما كانش وزير، شو راه ما كانش وزير ماكرون. كان وزير في حكومة هولندا، على بالنا كان وزير. وانت بصح تقارن لي فرنسا اللي راه عندها دولة نتاع مؤسسات وراه عندها على احنا مع مستوى الناس نتاع دولة معيشة. مؤسسات، مع الناس دولة مؤسسات، مع الناس مؤسسة شريعية، مع الناس مؤسسة تنفيذية، مع الناس إدارة، مع الإدارة تاعنا اللي ديناها، الإدارة ديناها في فرنسا، شوف المواد والقوانين اللي تبدلوا هذا مكان. وأنت قلت كاين الناس في، أنت قلت كاين الناس في النظام انت دوك منذ قليل كنت تدافع اللي اسمه تسمى لا زعما لا شو اسمح صوت لي، اسمح لي، معارض، دوك وليت انت تدافع عن النظام. لا اسمح لي استاذ، انا سمعتك في من قبل في الحصه اللي حضرتها، قلت كاين ناس في النظام ناس ملاح، ناس في الجيش كاين ناس ملاح في الجيش فاني ايه هكا، انا مانيش ندافع عن النظام، انا هذا النظام مانيش ندافع عليه، بصح كاين ناس في النظام ناس ملاح، في الجيش فاني كاين ناس ملاح، الانسان ما يكذبش، الانسان يقول الحق، ما راهمش باغيين هذا المهزله اللي راهي واقعه دروك. بصح انا في النظر تاعي ماهوش انسان يكون دبلوماسي باش يحكم دوله. على قلت لنا قاد الكلام، انت قلت لي كاين، قلت لي ما عندوش، قلت لك باللي هذا السيد راه عسكري ما عندوش حتى نضال اليوم في السياسه، كيفاش راح يخرج البلاد هذا؟ شفتوا انا سمعت له داروا معاه حوار في واحد اللي اسمه راديو ام هذا، قسما بالله غير تقول انت ما عندوش مستوى ابتدائي، مستوى ابتدائي سمعته وشدته، حتى انت شدته في الفوروم، وشدته في انا شفته في الفوروم، شفته في راديو ام، عنده خطاب شعبوي سي نورمال، بوتفليقه نهار اللي جا فني كان عنده خطاب شعبوي، نفس لا الشيء، لا 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 نفس نفس خطاب الشيء. شعبوي بوتفليقه انسان مفوه يتكلم ولو بالدارجه مفهوم، وعنده افكار وعنده تجربه سياسيه نختلفوا معاه ولا نتفقوا معاه، فهمت؟ بصح هذا راه ولا يوم ناضل في حياته في حزب سياسي ولا شارك في جمعيه، والله واسمه من اللي خلقه هو في الكاسكيطه، في الكاسكيطه في الاداره، جيب كاشي اخرج روح برا، جيب كاشي اخرج روح برا، جيب كاشي اخرج روح برا، خرج في الناس انت راك مطرود، انت راك كذا، انت راك كذا، سني سني، وراه وراه الباكاج السياسي نتاعو هذا اللي عنده، قال لك عنده دكتوراه في العلوم السياسيه، قسما بالله المستوى نتاعو لا يتعدى الابتدائي، ابتدائي ابتدائي نتاع انسان واحد راسه مسكر، هذا انسان عنده دكتوراه في العلوم السياسيه هذا؟ اعطيني اسمه نتاعك، سقسته صحفيه هذيك قدم لنا هكذا حاجه، والله هذيك كنت كذا وكنت كذا يلا وروح امشي بركي في الحيط. وهادو اللي راه عندهم استاذ، واللي عندهم خطابات سياسيه كيما مقري وكيما هاد الجماعه هادو، مقري مش مقبول، مقري مش مقبول، مش مقبول مش فقط في الجزائر، مقري هادو الناس الاسلاميين هذو من المفترض هو انه راه متعضو من التسعينات، هذو المفترض هو انه يوخروا من الصفوف الاماميه، يبعدوا الصف الامامي، خلي ناس اللي راهم درك هما عندهم فكر وطني، انت اذا راك واسمو اهتم بامور واحده اخرى نتاع الدعوه ولا نتاع التربيه ولا نتاع كذا، وشوف البعيد، هذا الصف الامامي راك محاصر عالميا، هاك شوف صاحبي قدامك مصر ها هو مر في السجن، هاهم في فلسطين، هاي الناس محاصره في اماكن واحده اخرى، في تونس هم قدامك، الدول الانتخابات عشت تونس محاصره، هم قدامك يا صاحبي، هاهم في ليبيا هم قدامك، محاصرين يا خويا، بعد علاش نروح انا ندي البلاد نديها المهلكه، بعد علاش بالضروره تكون انت رئيس ولا تخلى البلاد، خلي يا سيدي لنا على البر الرئاسه هذه، خلي يجيو ناس امامي، ناس يكونوا محافظين، ناس يكونوا مش فساد واسمو، خلي يخدموا عليهم، علاش بالضروره هو ان واحد يكون ملتحي والله يكون هو راهو قال من الجامع ما يخرج هو، خلي ناس يقدموا واخدم، شوف البعيد،
شوف البعيد، التب الأسرة، التب المجتمع، التب التربية، التب التعليم، التب التكوين، التب صح. شكون هاد الناس اللي شكون هاد الناس اللي قدموا هذا؟ كاينين شكون هم؟ الناس اللي كاينين الناس اللي قدموا كيما، شكون؟ وكان لوكا كاين اللي راهم تقدموا، راح تسمى السن نتاعهم تقدم بهم، فهمت؟ قدم فيهم تاع حمر روش قادر يقدم، احمد طالب ابراهيمي قادر يقدم، وش اسمه علي بن محمد قادر يقدم، هذاك وش اسمه اللي كان في رئيس حكومة من قبل وش اسمه ذاك مقداد سيفي قادر يقدم. كاينين ناس اخرين، فهمت؟ كاينين ناس اخرين من التيار الوطني ما من ملتحين ولا هم اسمه قادر انهم يقدموا للجزائر. وكاينين ناس راهم في الجيش ثاني ما شاء الله، وكاينين ناس راهم ثاني في اماكن واحده اخرى وفي الخارج، والناس تعاون من اجل باش تنظر للمستقبل. اما هو انك انت تروح تمشي لي مع واحد انسان الكاسكيطه مازال دايره حز في راسه، قال له جي يحل البلاد، يدير لك مشروع، ويدير لك جمهورية جديدة، جمهورية العسكر. الحمد لله. اخو المهم، شكرا الاستاذ معك، اخ الكريم، بارك الله الله يسلمك، يبارك فيك. راهم كاين سلام، اخوة اخرين راهم الله يسلمك، يستاذنوا. صح الاستاذ. شكرا اخ احمد، نشوفه طرح مود وش يحكي لنا. واش يا حمود شغل الميكروفون تاعك، على بالي بلي راه راسك عندك لو اسمه الدولي برانو مكاش شي، عاد الميكروفون صاحبي مكاش الصوت تاعك. بروك عايز تسمع دروك؟ دوك انا نسمع فيك. ايه عندي مشكل في الكيسمان. قلت لك يا استاذ صاحبنا هذا والله اللي دوخني، يعني هذا اللي دروك كان معاك يهضر من بحاجه ومن بعد ينقضها من جهه واحده اخرى. والله اللي يهضر كي بقولوا بحاجه ومن بعد ثم ينقضها. كانوا مش عارف، انا ما فهمتش باي منطلق، من اي منطلق كان يتكلم، والله ما فهمته. والامور واضحه هي، واش راه واش كنتو تحكي؟ انتوا تحكي على مقري كيطلب قال تمديدا، ماهوش تمديدا للرئيس، ما بيش حب في الرئيس ولا شيء. ايه سمعته. صح، كاين الناس اللي طلبت تمديد للرئيس، بهم محبه في الرئيس، قالوا عامين كيما غول. صح، كاين الناس طلبت تمديد، ماشي راحين يدخلوا في مرحله انتقاليه ويعاودوا الحساب من جديد. قال اخويا خرجوا لنا ناس اللي في المستوى ننتخبوهم، ولا نعطوهم مرحلة انتقالية تسير البلاد إلى تكون انتخابات ديمقراطية، لأن مقتنعين هما بلي مش ديمقراطية، هما دوكا داخل وعارفة بلي مش ماهيش ديمقراطية. أنا هذا اللي مدوخني، مادامك سياسي وعارفة بلي مش ديمقراطية، علاش داخل؟ علاش ما يقاطعش؟ هذا اللي مدوخني يا أستاذ، والله إلا مدوخني، لا علاش ما يقاطعوش؟ هو شوف نقول لك اسم، هو مقري وغير مقري، غير مقري. الناس اللي راهم متابعين الوضع السياسي في البلاد من خلال التشخيص ومن خلال المعاينة متيقنين باللي البلاد رايحة للواد، وبالتالي بس لابد داخله في حيط. ايه وبالتالي لابد من إيجاد مخرج في القريب العاجل على جال باش الناس تمنع البلاد من بركان. والمشاركة تاعو راح بركان راه رايحين حاجه المشاركة تاعو شحال تزيد؟ دركا، هما داروا تشخيص، راهم عندهم ناس سياسيين وعندهم ناس اللي هما راهم دوك مثلا عندهم علاقه بالاقتصاد، راهم يشوفوا ويتبعوا في البورصه العالميه، يتبعوا في الاقتصاد كيفاش راهو يمشي من خلال التدهور تاع الاسعار تاع البترول، من خلال هذا الوقف تاع الاستيراد وهذاك القضيه ديك تاع التقشف وكذا، يشوفوا باللي البلاد راه الامور، بالاضافه الى الوضع في البلاد راهم يراقبوا فيه، عندهم ممثلين على مستوى الولايات وكذا راهم يراقبوا فيهم، شافوا باللي الوضع نظرة راهو ما يبشرش بخير. اتصلوا، من حقهم راهم حزب سياسي، اتصلوا وقالوا دي الامور راهي كفايه كفايه كفايه، وقدموا مبادره هذه اللي سماها عمل تاع التوافق الوطني، وقالوا دي ارواحوا نتوافقوا. ورا المشكله
هاد الناس اللي راهم دوك داروا مازافرون، على واش داروه؟ داروا من اجل أرضية. ايجاد مخرج جماعي ومن اجل ايجاد ده اسمه، ولكن فشلوا. فشلوا لماذا؟ فشل صح. السؤال. الجيوش السوسي فشلوا عن لانهم الدولة في يعني دعم البدايه مثلا. كاينين اللي كبروا ارواحهم، في البدايه كانوا رايحين للشعب، يعني اهمال السلطه. تما شغل انت ما جوستومون لو عجبكش سوتيان انت متى؟ بالسلطه وبالعسكر، وروح انت للشعب وكذا. وهذه احنا رانا منذ سنوات احنا نقولوا لهم اودي راه لابد من اشراك الجيش، لابد من اشراك الجيش، من المستحيل. عنده وزن، عنده وشوف وزن كبير كاع ما الجيش، لا متعب. تلقاش دوله في العالم وين صرا فيها تغيير بدون تدخل تاع الجيش، حتى اذا كان مثلا مستحيل. صارت فيه اغتيالات يعني روح ها عندك صدام حسين. صدام حسين لو كان ما كانش فيه خيانة داخل الجيش ما يلحقوش ليه. صح حقيقة. علي عبد الله صالح في اليمن لو كان مش فيه خيانة داخل الجيش ما يلحقوش ليه. ما يلحقولوش حق القذافي لو كان ما فيهش خيانة داخل القذافي، الجيش ما يلحقوش ليه. دونك انت يا خيانة داخلية. لو كان ما يكونوش عندك ناس داخل الجيش اللي هما يقبلوا بهذا التداول على السلطة، وهو ما يكون كضامن ولا كمساعد، هذا ما هو، تقدرش انت هذا هو ما الدعم. تقدرش انت تلقى الوسم. لانك انت لما انت راك رايح تغير النظام وانت تهمل العامل الرئيسي، انت من جهة تعتبر من انه راهو جيش قوة وكذا وقوة وكذا وكذا قوة وكذا، وتهمل في ذاك العامل، منطقيا ما مش تقدرش مقبولة. تهمله، لأنك السياسة مربوطة به، لأنه منصب رئيس الجمهورية هو راه منصب وزير الدفاع، هو اللي يحكم في الجيش. منطقية مش مقبولة. مستحيل مستحيل. ولكن يا أستاذ كاين حالة، حاجة مقري، علاش؟ عارف باللي البلاد باللي مزورة وداخل، علاش داخل؟ شوف نقول لك قضية نتاع الدخول نتاعه في الانتخابات، أنا مانيش ماني لا مناضل في حركة حمص ولا راني رايح نناضل فيها، فهمت؟ ما عندي الله حتى يرحمه والديك. علاقة بالحزب نتاعهم نهائي، لا بكري ولا درك ولا في المستقبل. ولكن أنا شخصيا مانيش ضد الناس اللي هما يشاركوا، مانيش ضدها، ولكن أنا في نفس الوقت مانيش مع نتاع أنه واحد يروح وحده. خاطر انت درك مثلا صح هذا صح مقري درك هذا درك راه هو تقدم كمرشح انتخابات رئاسية، اوكي قرب المكي كما يقولوا احنا في البلاد، دخلت انت المرشح كمرشح انتخابات رئاسية رحت وحدك. دوك هاد الجماعة نتاع لفافاس وجماعة نتاع الارسيدي ويعني فئات واحدة أخرى في المجتمع ما راهمش رايحين يوقفوا معاك، وبالتالي انت راك راح تواجه انت مرشح نتاع السلطة. دوك انت ماكش حزب جديد قال مثلا كيما نعيم صالحي والله سفيان جيلالي هذا والله ناس اخرين من الاحزاب الجديده، قال ودي والله غير حنا فرصه هذه نتاع الانتخابات فرصه على جال باش ننتشروا، قال مثلا في ولايه واحده اخرى. ها. ترك حزب معتمد وراه عندك مكاتب على مستوى الولايات، وبالتالي ترك راح دوك تدخل في الانتخابات. درك اما هو انه يكون مجموعه من المرشحين، قال مثلا درك يدخل هو فرضا هو انه قال مثلا يدخل حمروش واللي يدخل معاهم هذا قال مثلا تاع الار سي دي وواحد الافافاس وواحد من التيار الوطني ما على باليش انا شكون، قادر يكون واحد من هذو الجماعه قال مثلا اللي راهو شوشان وجماعه ذوكي هم يحوسوك اه شما يدفعوا واحد هكذا، باش ما يلقوا واحد يبدا يكونوا الموضوع. مجموعه مجموعه يديروا ان بلوك، فهمت؟ يقدروا هما يتفقوا في بعضهم لما يفوتوا في المجلس باش ما يفرقوا الدستوري الصفوف، على جال باش فيما بعد هما يمشيوا للتغيير. اما باش ما هو يفرقوا انك انت الصفوف. تروح تمشي وحدك قال اودي مادام الناس راه ما مشاتش خليني نروح نمشي انا، وخلي باش الشعب يولي يتبع وتولي انت قال انت هو رجل توافق. ما كانش تقدرش تكون رجل توافق، مستحيل يعني. ما تقدرش ما تفرضش روحك على الناس. حتى وتكون دوك مثلا قال انا عندي مشروع
وراني انا نسعى للتوافق منذ سنوات، ولكن ما تقدرش انت دير التوافق. التوافق انت الناس هي اللي توافق عليك، ماكش انت اللي ديره. ما تقدرش تفرض روحك، الناس هي اللي تتفاهم عليك، الناس اللي تتفاهم يعني هو نتيجة تاع مفاهمة، ايه ماشي تفرض روحك قال انا راني رجل توافق، ايه هذه مستحيلة، ما تقدرش هي مش منطقية، مش منطقية، خاطش لان كاين ناس تختلف معك في الايديولوجيا ولا في الافكار، مستحيل باش تقبلك انت، يمكن تكون الفكرة عندك انت بصح الناس تريح ويتفاهموا ويتفقوا على واحد، سواء بانتخاب سواء بتزكية، قال هو اللي مثل ايه رجل ومن توافق. بعد هما في النهايه واش راهم رايحين يديروا؟ دوك هذو الجماعه نتاع السلطه هما راهم معولين على المرشح نتاعهم، والجماعه هذو نتاع التوفيق راهم ثاني عندهم مرشحين نتاعهم. تلقى روحك باين انت صح، وحدك، باين صح، تلقى روحك انت كيما يقولوا تغرد خارج السرب، تلقى روحك انت يا راهم يفرقوا في الصفوف يا استاذ. ايه بصح مادام شوف يا استاذ، هذه الخدمه هذه باقيه وقت، مادام كاين واحد الانسان كيما هذا الزبير اورال، هذا ماهوش متربي اصلا يهضر في هضره تاع تطيح وكذا، شكون؟ بلاد ماشي سهله باش كاين واحد البنادم بلوكيه هنايا ما زال ما شفتوش، او يطيح، ما شفتوش، زبير اورال ما صبر نشوف ترى هذا الله. هذا اصلا مش متربي، قاعد تربيه بعيده فيه، حتى باش يريح مع جماعه تاع رجال يسكت ولا يقول خير ولا يسكت، الا ما عجبوش الحال يروح. ما نستنوش باش الانسان يطيح يعود السميد، الهضره يروح يشوف مكان واحد اخر. احنا الصفحه يعود نتاعنا السميد موسخ، ما هوش اللي تخرج منه خبز مليح، صح. مادام كاين الأصناف ياسرين في كيما هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وش تدير؟ المهم مش تحكي لنا إيه الاخر هذا المشكل والله الحمد لله، قلت لك المشكل أخلاقي يا أستاذ، مشكل أخلاقي. تبعت قبيل الحوار. تبعته الأول تبعته، كنت معاك مي على الشعب وعلى السلطات والحقرة، مشكل كبير والله، غير مشكل كبير أستاذ رانا فيه. هو درك أستاذ كي يعود الشعب قاع، يعني تعود الدولة تخرج تخير التالي من الناس، التالي يعني من ناحية الأخلاق، وتحطوا شرطي يمثل النظام، يمثلكم إنسان مش متربي، يمثلكم أغلب الشرطة والله، إلا واش نقول لك المستوى والله غالب ما كانش، ما هوش الاحترام أدنى تربية، يعني إنسان باباك تاكل وتالي واحد النهار قلت له بيك ما تحترموش، قلت له قدر باباك، أنا كبير عليك، قلت له أنا في العمر عمرك زوج خطرات قلت له عيب، هذا الاحترام ما كانش، طبق القانون وي صح، ما هوش تحقر، ما هوش، انا قال لي تعديت على القانون، قلت له انا تعديت القانون، انت ما تعداش عليا، انت راك تمثل القانون ما تعداش عليا، من باب احترام انا غلط الكاميرا ربي. والمشكل هذا هو يخيروا الناس اللي ماشي مليح حاجه، وعلى بالي الناس قاعد تتحمل المسؤوليه، الشعب يتحمل المسؤوليه والدوله تتحمل المسؤوليه، ولكن النظام كي يجي يخير يدير لا سيليكسيون، ما يسيليكسيونيش التالي في الناس، يعني يدير دي كريتير اللي في المستوى، يعني اللي طلع المستوى نتاع النظام هذا اللي راك لابس لاتيلي، وكي تلقى واحد تحترمه كبير على وجه كبره وعلى كذا ولا صغير وتحترمه ويقدرك، نو والو، كيما قلت انت قبيله السيد الفاليزاي يحوس عليها بالاخر بالاخرى بالبايونات تاع السمينار، يعني اذا هذا يقول لك يوريك ايه حمدش هذه حمدش صورة النظام، صورة النظام هذه هي، حمدش هذا هو المشكل، المشكلة ثاني الشعب ثاني خاصه شوية تكوين، خاصه تكوين، لازم يتكون يا أستاذ، نعم لازم الشعب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نعم صح ماشي هي اللي نديروها مقياس أن هي السبب تاعنا. أخ عبد القادر فيما يتعلق بالنقطة هذيك ما ظنيتش معيش قضية تاع هما راهم يشوفوا، فهمت؟ راهم يشوفوا هما راهم على حساب وش الكلام تاعو، أنه اتصل بالجماعة تاع الرئاسة، وكاينة أشياء اللي ما راهيش في متناول الناس الكل، وراح مستحيل تكلم معاهم السياسة، وتناقش معاهم في الموضوع وسمع منهم وسمعوا منه، وبالتالي هو ما تقدمش غير هكذاك برك، فهمت؟
تقدم لابد يلقى دعم. مانيش عارف الأيام القادمة راه تزيد توضح الأمور أكثر. يا ودي الأخ ربي اسمع يجيب الخير. اسمع راني نشوف استاذ في الغديري راح يحطوه لنا في التيرا. ما شوف نقول لك راهو كاين صراع واضح، هو صراع كبير يعني. صراع واضح انتو الجماعة نتاع الجيش بصح نتاع يا الجيش استاذ الوظيفي اسمعني قاعدين بيلي واحد، يسمعوا له قاعدين ينتظروا بصح فيه. يا استاذ راه قلت انت باللي المستوى هابط نتاعه. والله غير قادر شوف يستفزوا واحد، فهمت؟ اسمعني يستفزوا، بيلي، ايماني بيلي والله واحد. غير قادر يستفزوا واحد برك في كاش ندوة صحفية والله ويهزوه دخلوا الحبس. شفته يستفزوا واحد برك يجبدلو لسانه ويطلعوه، ايه يغلط غلطه برك بكلمه ايه يده هي. طلعوه وروح، ولانه راه كاين قانون تاع التحفظ، كاين قانون فيه التحفظ، ايه يحكموه بربع كلمه يدخلوه. والله غرب ولكن واسمه يطلعوه نورمال. والملف كلمه نتاعو، يده، ولكن الملف نتاعو كيفاش راه راه يعقب المجلس الدستوري الله اعلم. المهم درك هما هذا المجموعة نتاع الدولة العميقة هما راهم واضح باللي راهم يدعموا فيه، ومش غير هو، راه بيدعموا فيه. عندهم عدة مرشحين، عندهم هذا كعبد العزيز بلعيد، عندهم هذا جوستومون على المستقبل علي يعني. عبد علي العزيز غديري بالعيد والله لا عدو. تاعهم، عندهم هذاك وعندهم علي بن فليس، علي بن وعندهم راهم فليس. مجموعة راهم عندهم عدة مرشحين. ولكن استاذ انا بان لي علي بن فليس بلي انه معاهم ارنب مع بوتفليقه. كاش من شوف نقول لك اللي بن فليس جابوا الجهاز تاع المخابرات في 2004 جاب، مش من في 2004 يا راجل، هذا مش من 2004، جابوه من قبل لما كان وزير، عينوه وزير ايه كان وزير إيه. في وقت العربي بالخير والجماعة ونزار كان إيه. جابوه. وباش تتأكد باللي راهو تحت الوسم نتاع الجهاز تاع المخابرات هو اللي كان يتفاوض مع مدني مزرق تحت ايوه الدرابو نتاع اسماعيل في التسعينات ثاني في وقت زروال. حق حق من بعد كيف هما صح دركا. شكون اللي جاب توبوت فليقة؟ جابوا الجهاز تاع المخابرات حطوه باينة ثم، ومن بعد كي جاو يدوروا بوتفليقة خرجوا على بن فليس المعارضة، ايوه ومن بعد مشاو به المرة الأولى دعموا وش اسمه العماري منشوش، العمار ايوه خاطر دعم العرب كانت العمار فيه جهة دولية داخلة فيها فرنسا وكذا، ومن حتى بعد بوتفليقة زادوا في المرة توفيق الثانية كان برضه نفس الشيء، والآن راهم يحاولوا، فهمت؟ بصح بان لي انا في 2014 المسرحية اللي لعبوها انه داعم بوتفليقة، يعني دعم بوتفليقة كان لانه لعبوا مسرحية. اسمع هما هذا الجهاز تاع المخابرات ايه عندهم الناس توهم الاعين نتاعهم يخدموا، ما كانش حتى واحد رئيس اللي راهو درك عنده يعرف الجزائر كامل. الصوف الانسان اللي راهو درك مثلا عنده قال مثلا حزب سياسي ويعرف المناضلين نتاعو ناس متكونين وداخلين ومتربيين وكذا على وعنده مستوى قاعدة الوطني، شعبية ايه مليحة. وقاعده شعبيه، زعيم هذاك راهو رايح صح غدوه صح فيما بعد لما يوصل للسلطه يجيب الناس نتاعو يبلاسيهم في السفارات وفي القنصليات وفي كذا. هذا راه ويدعموه درك هو خارجيا يجي وداخليا يعطيك وجه باللي راهو معك ويخدم معاهم. ها هو السيسي برك، ها هو السيسي كمثال، باينة. جابوا سيف اللي كان داخله بعد الدار عليه طار عليه. وقلب به قلب به. بصح كاين قلت لك القضية نتاع بن فليس راهو سياسي الحمد لله، خدا يعني عنده وزن سياسي، ماهوش غير هكا جاي من الزنقة. وصل يصرح تصريحات يحكمون به، يعني يدور الأصوات كاملة للبوتفليقة. التصريحات تاعو أنا دوختني. شوف بن فليس باش يكون في علمك باللي إيه لما ترشح في وقت الفيس ما ربحش ايه صح لباتنا، بس صح ومن بعد بس على 2014 طلعوه في وقت التزوير. أودي خليها الله وخلاص.
فهمت، كانوا ناس يا ودي كنا احنا خلوطة وخلاص ربي كانوا يستر. ناس احنا كنا نعتقدوا فيهم خير، وكنا نشوفوا فيهم وطنيين من بعد من الناس كلها داخل شوف تاعتها تحت هذا كما قالهاش عمار سعدانية اخطبوط، فهمت؟ ولو المبادئ ما كانش، المبادئ ما كانش دي عليز مبادئ. ربي ربي يسلك على خير. هذو ناس شوف متغلغلين داخل الأجهزة نتاع الدولة، لو كان ما يكونش هناك وعي صحيح في المجتمع والناس تخدم مع بعضها تتعاون، ما تقدرش تواجههم، يصفوا النية، ما تقدرش يصفوا تواجههم، النية صح، امبوسيبل. خاطر يعني هما السياسة اللي اتخذتها الدولة مش سهلة، في سورة من 2011 لهنا إذا تسكرت الشعب زين على بالك الشعب كامل طيحوها، الشباب هذا كانت واحد الحركة نايضة دعموها وطيحوا الشباب في لونساج والمشاكل ديك، والله غير ولاو ديزوطاج الشباب عندهم، الشباب كاع راهم ديزوطاج يا استاذ، راهم قادرين الوقت في اي دقيقه اللي عارف يدخلوا الحبس، الأخ خاصه من الحركه ديك الربيع العربي ذاك اللي نار، نعم دوك شكون اللي قاعد فيه طمع يعني، اللي لازم جيل واحد اخر، هذا الجيل راح والله غير غالب ضيعوه، قولي ذاك ماشي ان شاء الله طالع يفتح ربي، يفتح ربي. واش نقول لك يا استاذ ربي يبارك سامحنا، فيك، ربي يبارك فيك الأخ أحمد. ربي يحفظك ليلة أخرى إن شاء الله، ربي الله يسهل صح، يبارك فيك، يلا شكرا إن شاء أخ الله، أحمد. شوفوا ترى أخ أسامة، هذا أخ أسامة عندك مشكلة في الخط تاعك. شوفوا ترى الأخ هذا الرئيس، ومن بعد نجي لك الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا الأخ وعلم. أرى رغم من الفيديو الأول نحاول أن تاع المهاجرين والانتخابات، ايوه وما قدرتش بالك، نطلع في اللايف، بالك كان سي عندك با ضعف بوركو. في الخط ولا عندك مشكلة في الهاتف تاعك؟ ضعف الخط والله الله اعلم، هنا 60 ميج دونك جو سي با، ضعف الخط الله اعلم، بالك بالك في لي بارامتر تاع التليفون كان كش ما عندك مانع. ممكن برك عندي واحد النقاط على المهاجرين والانتخابات، علاش ما يشاركوش، ومش عارف كان معانا خوتنا قبيلات ولا ما كانش في اللايف، دونك برك كاين واحد المشكلة تاع أن المهاجر الجزائري من بداية من استقلت الجزائر الدولة تاعنا عمرها ما استفادت منه، مش المشكل فيه هو، وإنما ما كان أوك يا أوكا ما كان حتى آلية حتى ميكانيزم كي بو أتيغي الميغرون. مثلا انت مهاجر مثلا يجي هنايا ويقرا في جامعه، مش عارف جامعات في كندا ولا في امريكا ولا في اوروبا، ولا يقرا ديزاني يجيب دكتوراه تاعه يجيب كذا، بعد في الاخير جي عنده فكره ويبغي يقول والله حبذا لو كان اول ما نديرها في الجزائر. صح كاينه. يعني انا راني مهاجر واي فكره تجيني في راسي اول ما خلينا نقول والله نديرها في الجزائر، ما تقدرش ما با ما تقدرش، يعني مثلا ما تقدرش تفتح غير تفتح المجال لهذه الفكره، مثلا تبدا تاسس الشركه تاعك ولا تبدا تاسس الفكره تاعك في الجزائر عن بعد، مثلا في نيجيريا في افريقيا تنجم من كندا، مثلا نفتتح مؤسسه في نيجيريا بدون ولا تنقل، ما نتنقل صفر تنقل، تارك في كندا لا راني في كندا، نقدر نفتتح شركة في الصين من غير تنقل ما تنقلش، نقدر نفتتح شركة في أفريقيا الجنوبية ما تنقلش، ولكن في الجزائر ما نقدرش. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما داروا المادة تاع اللي عنده 10 سنين ما لازمش يترشح، يعني كيفاش السيد
كيفاش السيد تمنعها انه يترشح رئيس ومن بعد تقول لها روح انتخب. الانتخاب هو فعل سياسي ولو بسيط، ولو بسيط بالبساطه تاعه، يعني ترفد ذيك الورقه وتحطها في الصندوق، الا انه فعل سياسي. يعني باش نعبر على لوريونتاسيون بوليتيك تاعي، التوجه السياسي تاعي من خلال هذاك الانتخاب اللي هي الورقه ونحطها في الصندوق. ولا لو بيت التيم الهدف الاسمى تاع كل عمل سياسي هو البلوغ للسلطه، صح ولا لا؟ سواء كان في حزب، سواء كان في ترشح حزبي، سواء ولا تاع تاميرت ولا تاع، يعني لما انا تقول لي ما ترشحش راه يفقد لي الاخر الرغبه في انني نفوتي، صح ولا لا؟ لا، هو شوف الاخ ابو علم في النقطه هذه دوك انت هاد الناس اللي راهم هما خموا على جال باش يديروا هذه الماده من الدستور، ما داروهاش من فراغ. لا، هي ما داروهاش من فراغ، داروها بور سيبلي كيلكو بيرسون. فرق بين انك انت تروح تنتخب وبين انك انت تسير دوله، فرق كبير. تسير دوله صح كاينه شروط، صح، ولكن شروط ولكن تعطيك، اسمح لي برك. صح، شوف هما ايه. قادرين يكونوا الناس اللي هما داروا الماده هذه قادرة تكون النية نتاعهم حسنة كما قادرة تكون سيئة. قادرة تكون حسنة إذا كان قريناها في اتجاه إيجابي، قال والله الناس هذو راهم يحرصوا على البلاد وراهم خايفين من اختراق، هو أن الناس يجيوهم من الخارج، قال مثلا جزائريين ولكن راه عندهم جنسية واحدة أخرى وراه عندهم علاقات مع دول واحدة أخرى، وقادرين هما يعني إلى حد ما واسمه قال نقولوا مثلا تدخل في اطار العماله والله فرضا، يعني تسمى نقولوا في الاطار هذا السلبي، فهمت؟ في الاطار السلبي تدخل بغض النظر، ولكن على واه على واه دارت هذه الماده، ولكن بغض النظر يعني ان هي كانت حسنه ولا سيئه، ان شاء الله تكون حسنه، ولكن هي تنمي واحد الشعور، واحد الشعور بعدم الرغبه. انا مثلا شخصيا عندي شعور عدم علاش نفوتي، يعني اصلا ديجا حق منقلع لي، حق من الحقوق تاعي نقلع لي، حق اللي هو مكرس دستوريا نقلع لي، صح ولا ما ماشي صح؟ نبغي ولا نبغي ولا نكره؟ اسمح لي برك، نقلع لي. اسمح لي برك نكمل لك الفكره برك ومن بعد كمل المداخله نتاعك. هما دركا قلت لك يقدر يصير هو انه هذا الناس اللي هما داروا هذه الماده تسمى سواء يكون عندهم يعني كيما نقولوا نيه سيئه كيما قادره تكون نيه حسنه. فرضا نقولوا مثلا باللي هاد الناس راهم هما يخموا على البلاد وراهم داروا مثلا قال دوك هذه الماده هذه من اجل منع اختراق، خطر على هذا المنصب راه منصب خطير وراه الانسان هذا راه هو يولي يشرف على سير دوله. ولكن شكون اللي يمنع اذا كان دوك حنا شفنا باللي هاد الناس هذا دوك راه عندهم نيه، شكون اللي يمنع قال واحد قادر يكون في الجزائر وراه عايش في الجزائر وقادر يدي البلاد الهاويه؟ صح، ها هو الشاذلي، شاذلي عنده جنسية فرنسية، شاذلي هو عنده جنسية جزائرية وعمره لا عاش في الخارج، ولكن فيما بعد اخترقوا ناس اللي هما جاو عندهم جنسية جزائرية ومولودين في الجزائر، فهمت؟ وراحوا وصلوا البلاد، وصلوها للهاوية. ولكن قادر يجيك انت دوك واحد جزائري وراه في الخارج وقادر هو يمد البلاد اللي ربما واحد راه في الجزائر ما يمدهاش. صح، تفضل. هذه من الناحية هذه، يعني بهذا القانون، يعني شوية قلت لك بغض النظر على النية اللي كانت خلف هذا القانون سواء كانت حسنة ولا سيئة، نتكلموش على الخلفية ولكن نتكلموا على واش غادي يديركم، واش غادي الانعكاسات تاعه. يعني قلت لك غادي ينمي واحد العاطفه ماشي مليحه لدى المهاجرين، نحكي على لدى المهاجرين، يعني العاطفه، لان المهاجر لما يهاجر، الجزائري لما يهاجر والمهاجر لما يكون برا يزداد التعلق تاعه بالجزائر، يعني على الاكسبونونسيال. الحاجه الثالثه، يعني بغيت نبه على واحد القضيه،
لما نحكوا على المترشحين هذو اللي راهم حاليا، يعني كاع بدون استثناء ما كان حتى واحد فيهم عنده برنامج، ان بروغرام، سكو نابيل ان بروغرام، ان بروغرام كي 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 علميا مؤسس، يكون علميا مؤسس برنامج ان شار دو روت مؤسسه علميا، يعني بازي سور دي زارغيمون سيانتيفيك. ما كانش حتى واحد فيهم، حتى واحد فيهم، مجرد ممكن يعني في احسن الاحوال بالك خطوط عريضه في احسن الاحوال، تلقى امور ندير لكم وندير لكم وندير لكم وندير لكم. فوالا، هذا امر، هذا امر، هذا امر يعني اقل ما يقال عنه انه شويه خطير. يعني انسان يترشح وما عارفش روحه واش غادي يدير، يعني حتى فيه كانت فيه بعض المحاولات تاع من عند غاني مهدي وذاك سليم لطرش، مي مون باريفي ا فريمون فير، بحيث يديروا يأسسوا البرنامج صح انتخابي تاع صح تاع برنامج اللي نتأملوا فيه خير، وقالوا دي على أساسه غادي نخير السيد اللي غادي يمثلني ويحكمني. ما كاينش. نرجعوا للمهاجرين، مشكلة المهاجرين، يعني الدولة الجزائر ما قدرش، كذلك ما قدرش تستفاد منهم، بحيث مثلا المهاجر لما يهاجر يخمم توجور، اول ما يخمم يخمم وقتاش يولي البلاد، وقتاش يعاود يولي ديفينيتيفمون الجزائر. يعني بالك انت راك مهاجر وراك تعرف هذا الشيء، تجي في راسه، على الرغم من يعني الفرق الشاسع في المستوى المعيشي ما بين البلادات اللي رانا فيها والجزائر، الا ان المهاجر دائما عنده ذاك الاحساس انه لازم وقت، خاصة كاين ان مومون دوني لازم يولي البلاد ولازم يزيد يكمل حياته فيها. طوطر الجزائر ما قدرش تستفاد من هذا، من هذا النقطه مثلا، من 62 ما قدرش تدير مثلا برنامج سكني مخصص قالوا دي لي زيميغرون. داروا مؤخرا البي بي تاع كسمو، ولكن اسمح لي فيه نوع من السرقة، نوع من يعني يجي يقول لك لازم تخلص 1 اورو، alors que انا مثلا راني نخلص انا 1 دولار كنديان، لازم تخلص ديريكتومون بار فيرمون بانكير و اون ديفيز، alors que je sais انا لا فالور ايكونوميكمون ما يخرجنيش هذا البروجي اللي دارو، باسكو جو سي بيان بلي مثال اذا كان خلصتك 1 اورو غادي نخسر 60% من لا فالور تاع السكنه، باسكو ان مارشي نوار عشرة يدير لورو و فو بار بانك نخسر 60%، دونك ايكونوميكمون غادي نخسر. هادي ماشي نحكوا على 100 اورو ولا 200 اورو، رانا نحكوا على 100000 اورو، دونك 60% سي بزاف. ما كان حتى واحد تكلم، واحد من هذا اللي راه مترشحين دروك ما كانش اللي يتكلم على هذا، على هذا حتى الاخ ابو علام، حتى القضيه نتاع النخب هذه اللي راها موجوده في الخارج، وهذه العقول اللي راها موجوده في الخارج، دونك انت الناس راها موجوده في كندا، في فرنسا، في المانيا، في بريطانيا، في امريكا، في استراليا، في دول كثيره راها موجودين في الخارج، حتى في دول عربيه فيه يعني طاقات كبيره راهم يدرسوا في جامعات، راهم في مخابر، في مستشفيات، في معاهد، راهم كذا. عوض هو انه قال مثلا يستفادوا منهم، تدرك انت لما يشوفوا لك هذه الطاقات هذه اللي راها موجوده، ويشوفوا درك هذه الوجوه هذه اللي راهم يقدموا فيها في الانتخابات الرئاسيه، يا هل ترى راك راح تشجعهم نتاع الجلب باش يجيو يستثمروا في البلاد؟ يا هل ترى تشجعهم نتاع الجلب باش يجيو هما يعقبوا لي فاكونس تاعهم في البلاد؟ حتى دوك مثلا في هذه القضيه نتاع المطار في الميناء، قضية نتاع الاستقبال، قضية نتاع التعامل لحقت الناس، هو أنه واحد يضرب لك ساك هكذا يديه، فهمت، يديك ساك. أنا عندي وليدي المرة اللي فاتت دولو ساك اسمه فليز الدوهلو كومبلي، فهمت، تلحق أنت الناس لهذا المستوى، وما تشجعش الناس على جال باش تروح لبلادها، ولا تجي باش الناس تستثمر، ولا باش تجي الناس تعاود ترجع لبلاد، يشوفوا في الفساد، يشوفوا في يعني في الرشوة، في
الامور اللي ما تشجعش واسمه حتى هذ المرشحين هذو، ما كانش يعني اللي راهو درك مثلا عاطي اهميه للمهاجرين هكذا يشوفوهم قال لك واش تاع مهاجرين، جيب غنايه في التلفزيون، فهمت؟ غنايه في ايه التلفزيون صح او نهديوها للمهاجرين. والله قال واش ايه هذا قال المشكل. كاش ما حاجه هكذا، والله قال سيدي نوجه التحيه نتاعنا للناس المهاجرين، فهمت؟ ناس صح إطارات وناس كفاءات راها كل تخرج هذه الزبدة نتاع المجتمع اللي راها درك هي موجودة في الخارج، لما لا تستغل هذه الطاقات وهذه الكفاءات من أجل خدمة البلاد، فهمت؟ تعطي لهم أنت فرصة. بالعكس لو كان يتقدموا دوك تروح جيبوا أنت ليكيب ناسيونال، روح جيب الفلاني وروح جيب الفلاني وجيب الفلاني، نعم وها فهمت. مواطنيين وها كذا، ولما تصير أنت في حاجة اللي هي تهم البلاد، تهم الاقتصاد وتهم الامن وتهم كل شيء، السياحه كل شيء، لو كان انت تعطى الفرصه على هذه الكفاءات تقدمها فيما بعد يستثمروا في كل المجالات. صح يعني مؤخرا انا الكلمه والله لا يعني خلاص ما بكيت عليها، ولا واحد المره جات قالت لها الله لا يردهم في واحد القناه، قالت لها الله لا يردهم، على الله اعلم كانت في قضيه الاطباء اللي هاجروا لفرنسا، قالت لها هي الله لا يردهم. يعني شوف المستوى، يعني لو كان قاع سيدي جزائري ويبيع لا دروغ وخرج الخارج ما نقولش عليه الله لا يرده، فما بالك بإطار ولا بكفاءة ولا يعني. ولكن كما قال لك يفو أبلو لو شا بار سون نون، كذلك كاين واحد النسبة تاع المسؤولية توقع على الشعب، على الشعب الجزائري. نعم يعني ما نقدروش ان تكون عندنا ديك العقلية تاع البورتمانتو، اللي عندها بروبليم ندبر عليها ان بورتمانتو ونعلقه فيه. يعني قال لي بروبليم تاعو انا كاع جاي من السلطه، صح كاينه ان غرون بارتي جاي من هذيك الجهه، ولكن الشعب كانت عنده قابليه لهذاك الشيء، نعم الشعب كانت عنده قابليه لهذاك الشيء، نبغوه ولا نكرهوه، وانا راني واحد من نعم الشعب كانت عنده قابليه. الشعب قبل بواحد الامور، قبل انه يروح يدي مثلا نعطيك مثال، قبل انه يروح يدي لونساج الو كو عارف شارك كاين موراه، كان عارف شارك كاين موراه، عارف بلي غادي يدي لونساج يخرج ويدي هو يدي الدراهم هنا قبل. كون سي واحد قال لك روح غطى سيدك معايا وتقبل وتقول وين غطى سيدي معاك، بعد يقول لك اسمح لي راك ملصق كيفي كيفك، فهمتني؟ دونك هناك كيما هذا مفهوم القابليه، نقدروا نقول عبد الملك بن نبي اذا كان نقروا له هذا المفهوم، نقدروا يا ولا راهي الملك من نبي. انا نهضر عليه. اسمع شوف امثله من الواقع قدامك، شاهو وزير فرنسي وزير انجليزي جا، كانوا دايرين اجتماع اعتقد في المجلس نتاعهم هذاك، مجلس النواب هذاك في بريطانيا، وكان اجتماع كيما نقولوا مهم هكذا، وكان لابد هو انه يكون من ضمن الحضور لانه كانت بعض الاسئله موجهه ليه. تأخر ب5 دقائق قدر الاستقالة، فهمت؟ ايه انا كاين عقلت تاع الانجليز لحقوا في بعض الدول، وين انه ذيك المرة مانيش عارف انا شكون يا ربي، هنا في فرنسا كان مانيش عارف واحد مدي معاه من لافامي نتاعو رايح للدولة هكذا، قالوا له انت هذا شكون، هذا سلكتها من لابي تاعك ولا سلكتها على ظهر الدولة؟ شوف الناس وين راها لحقت من المستوى نتاع الرقابة وحتى الضمير اللي تحت، يرحم والديك حنايا يضرب لك باسمه يدير وعد قالها وجه الوزير وما يجيش، فهمت؟ صحيح ما على بالوش بيك اصلا، ما على بالوش بيك طول، يديروك بروجي قال بروجي ها راه الطريق الفلانية هذيك راه راح تنطلق في الوسمو، روح مركي في الحيط تهدر امشي او الجامع برك، هذا الجامع هذا اللي ربما راهم رايحين يستغلوه في الحملة الانتخابية هذه، مش حال من مرة هم يقعدوا هم رايحين يحلوه في ديسمبر، هم رايحين يحلوه في فيفري، هم رايحين يحلوه في ذيك، وقاعدين يمشيوا دراهم طريق السيارة هذاك ومشاريع كثيرة تاع المترو. المترو انا نشفاله بدوه وقيله في قلف 80 في الجزائر، ثمانينات، المترو تاع الجزائر في الثمانينات.
بداو وقيلا في الثمانين، يعني شوي الثمانين وقيلا، والله هكذاك 82 وقيلا، والله في الجوية هذو في بداية الثمانينات، حتى ايه جابوا، ثمانين حتى جابوا تفليقة في التسعينات، باش في نهاية التسعينات باش حلوه. هنا راهم تلقاهم هنا يدير لك بروجي، ها هو وقتها يبدا، هو وقتها راه يخلص، دايرين لك عامل الاسمو قبل ما ينطلق المشروع هذاك، هم رايحين يديروا اري في المكان الفلاني، هاو الاسم نتاع اللاري، ها هم كذا هم كذا، قبل مخطط، حتى انسان اللي راهو راح يجي من بعد، وحتى اذا كان ما لحقش هذاك والله يستمر المشروع، يستمر المشروع والبلاد نعم راح تمشي. لماذا؟ لانه هما عندهم بعد النظر، وراهم يخطوا وراهم يخدموا وينظموا ويمشيوا. حنا يرحم والديك السيد رايح يموت، وهما يا خويا الجزائر تحتاج، والجزائر تحتاج كمل حتى انت كنا الغبار. هذه اللي كنا نقول عليها على البرنامج، عن بروجرام هنا مثلا في كندا ولا في امريكا حدانا هنايا، ولا في كاين ان بروجرام كي بازي سيونتيفيكمون. قال مثال، مثلا نعطي مثال، قال مثلا في مدينة وهران قال منا على 20 عام غادي تولي فيها 6 ملايين ساكن. يعني هذا غادي تولي فيها 6 ملايين ساكن، اسكو هادو 6 ملايين ساكن لازم نسكنهم كاع في وهران، ولا اسكو نخمم نزيد نبني دي نوفال فيل؟ اوكي، لي دو، نحط لي دو شوا ونقرا لي دو شوا، جو في اتيدي لي دو شوا. شحال نبني، شحال نبني من ايكول، شحال نبني من سبيطار، شحال يليق لي من متر، من كيلومتر تاع الطريق نبني. سا سكون ابيل ان بروغرام سيونتيفيك. نعم ما كان حتى واحد من المترشحين اللي داره، ما كانش. سي سا البروبليم، هذا هو المشكل. لو كنا انا اللي انت انا من انا ما نعرفش مثلا، ما نعرفش خالد غاني مهدي مثلا، ما نعرفهاش بيرسونيلمون، مي باش نعرفك باش نفوطي عليك، اذا كان فوطي بيان سور ايه، ما كاين لازم والو نقرا وراه، البروغرام تاعك. دوك كي نروح ما نلقاش حاجه تقنعني، اوكي هذا كان ما قنعنيش، نروح نشوف اخر، اوكي نشوف هذا، نو ما قنعنيش، بعد في التالي ما نلقاش، واش ندير؟ ما فوتيش. ايه لا لوجيك دي شوز سي كوم سا. يا هو، ما شوف نقول لك، شوف نقول لك، هذا الناس انا شفت امام حتى وقبيل كتبها لي في واحد في التعليقات، الناس ما هم فاهمين لا الاقتصاد ولا فاهمين السياسة ولا فاهمين الاعلام ولا فاهمين التقلبات الدولية هذه اللي راها موجودة، ولا عندهم نظرة للمستقبل، ولا راهم فاهمين صح، يعني الإدارة نتاع البلاد كيفاش راها تمشي. عندهم مجرد وعود، وحتى أنه مرات يعطي لك مثلا بعض الأشياء اللي ماهوش فاهمها. أي أنت يرحم والديك، واحد يقول لك رايح نقلب وسمو وكتب هذيك بين واحد التعليق، رايح نقلب الدينار، واحد دينار يعادل أورو، يعادل واحد أورو. هذا ما تقولش نعطيه بكتبي، نعطيه بدماغ نرعفوه. كيفاش انت راح تدير إذا كان كيفاش راح انت تقلب الاورو لواحد دينار يساوي اورو؟ كيف راح تقلبها؟ تحسب انت قال صرف هكذا، انت اللي تتحكم فيه، وراها الصناعه اللي راك راح تديرها انت. كيفاش راح انت تنحي هذاك التضخم؟ كيفاش انت راك راح تخلق الثروه؟ كيفاش راك راح انت تحارب البطاله؟ كيفاش راح انت ترفع من القيمه نتاع الدينار حتى باش هو فيما بعد يصير هو يساوي واحد اورو؟ عباك انت واحد اورو هذه، ايه صح، معناتها باللي انت يجي واحد يصرف، ما جاش من فراغ واحد اخر. ايه يجي واحد قال مثلا ايه صح، يصرف لي، صرف لي شحال عندك؟ 10,000. اياك 10 اورو، هذه انت واحد راسه مريض في راسه، هذه مش تاع واحد الانسان اللي ايه راهو صح، فاهم التسيير، ولا راهو فاهم الاقتصاد، ولا راهو ناس غير هكذاك. برك نعطيكم، ندير لكم سكنات، واحد نقضي على العنوسة، واحد ندير هذيك، واحد ندير وعود، مجرد وعود وبلا بلا. ما كانش كيما كنت تقول انت، صح. قضية نتاع دراسة اللي راها مبنية، قال مثلا على إحصاءات وعلى مراجع وعلى تجارب وعلى خبرات، ما كانش. ايه صح. ربي يهدي ما خلق، خلاص.
انا هذا مكان عندي بزاف سؤال نحكوا عليها، ولكن كاين ناس ممكن عم ينتظروا ثاني كل شيء المهم تاع الاخ ابو علا ممكن تصل بيا على الخاص، والله ممكن ان شاء الله كش ما نديروا برامج واحده اخرى. ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله، ربي يبارك فيك. ان شاء الله. السلام عليكم، شكرا شكرا وان الاخ شاء الله بارك. ربي يجيب الخير لبلادنا امين يا رب. والبلاد. ربي يبارك فيك الاخ ابو علا. شكرا. الأخ أسامة، أخ أسامة عندك مشكلة في الهاتف نتاعك. شوفوا ترى الأخ هذا أمين، شوفوا ترى الأخ أمين غربي. من بعد كاين وقيلا الزوج واحد آخرين نزيدو نديرو مداخلات ونختم البرنامج. السلام عليكم استاذ، لاباس؟ السلام، اهلا بك. الله شرف يبارك استاذ، فيك. ما عليكش بخير. والله الحمد لله، ربي يحفظك. وجزاه الحمد شكر. شحال من خطره نبغى ندخل هكذا ومعاد ما تصلحش، اليوم صلحت الحمد لله. الحمد ايوه لله. بالك عندك مشكله في الانترنت ولا الظرف ايه تاع كان الخط؟ عندي مشكلة، الحمد لله اليوم تلاقينا وشي هو الحوار كان شيق مع الانسان اللي كان معك. تقريبا ربي تحدثت، يبارك. تقريبا تحدثت على كل المشاكل اللي راه صارية في البلاد، ولكن تسمى كل واحد عنده طريق التعبير تاعه وكذا. شوف ماشي. انا حسب رايي، حسب رايي انا تغيير قضوا عليه، لان الجامعه هي اللي تغير اصلا. الجامعه هي اللي تغير، لما الجامعه راحت ما كان حتى واحد راح يغير. بزيد نعطيك شيء اللي هو خدموا هذا النظام. لما فرق الجامعه صبحت الاطارات ما كانش. الولاد اللي داو الباك وكذا منا عندهم امل واحد، هما يرجعوا للجيش، خشوا للدرك، خشوا للشرطه. سمي اي بيت فيها شرطي ودركي، شكون اللي راح يغير؟ ولكن الجزائر ما تحتاج تغيير. ها هو وينهم؟ الجزائر عندها زوج حوايج برك، يعني من هذا النظام هذا ويديرهم يغض أخ ويقلب أمين، عملتي. تفضل خويا. أخ أمين سامحني برك، النقطة هذه برك أثرت أنت واحد النقطة، ممكن برك باش نوضحها برك. هذه معليش، تفضل القضية تفضل يا استاذ. نتاع هو أنه الناس تلتحق بالجيش ولا بالشرطة ولا بالأسلاك الأمنية المختلفة. أغلب الناس اللي هم يروحوا يدخلوا للجيش لأنه عارفين باللي المؤسسة ما تطردش، فهمت؟ وراك تسمى مكان ما فيهاش البوانتاج نتاع انك تروح تبوانتي ولا دخلت للجيش، ما انت الشهريه تاعك مضمونه. أعطيك صح، وان بلوس عندك ان بوفوار، دونك هما أعطيك يدخلوا صح. من هذا الجانب. تسمى هنا التغيير مني راح يجي، يعني تسمى ما ينظرنش الناس حتى هو يهضروا كل دار فيها كذا. هذه 70 في العائله الجزائريه كاين هاك شرطي وبركي، تسمى تابعين للنظام والهيئه، ما يقدروش يخرجوا ضدها، من المستحيل. ولكن تسمى احنا ما نحتاجوش هذه المشاكل كاع. زوج حوايج نحتاجوهم في الجزائر، تسمى ما دوك غدوه كون يبدل الدستور هذا النظام ويقول الملكيه انا معاك، كون يدير زوج حوايج هذو بشرط، هي العداله الاجتماعيه واحده ما نهضروش فيها. نعم. ثاني حاجه الشغل برك، ماذا واش نحتاجو؟ الجزائر راهي تسمى قاره وبلاد مليحه للاخر، تسمى للاخر. زوج حوايج هذو يخدموهم خلاص الجزائر تولي ما عندهاش مشاكل، يولي الخير كاين وكذا. ولكن النظام هذا لما خش واجبر على الدوله المدنيه اختار سوء التخيير تاعو، حداد وبغداد وطحكوت، هذو ما يصير عليه يخدموا الدوله المدنيه، مستحيل. لازم تطيح دولة مدنية يكون اختاروا ناس إطارات ومثقفين. كانت الجزائر تقدم شوية الجزائر، تسمى نحيو بزاف مشاكل. لما هاد الناس هادو مانيش عارف، واحد يمشي يتعلم الفرنسي باه يهدر، واحد يجيب لنا في مانيش عارف في دمية بيع ويشري. تسمى هادو الدولة المدنية اللي يكون هذا النظام راهو غلط، مش غلط على أساس أنه يكون دولة مدنية أو يكونها الناس اللي اختارهم، راهو غلط فيهم 100%. هادو راحين يعجلوا، راحين يعجلوا بالتنحية تاعو، يعني ما فيهاش هضرة. تما راهم يسهلوا له باه يطير يروح، وتصرع عليه ضجة كبيرة وتزيد موسوعة كبيرة ويطير. فهمت أستاذ؟ هاد الدولة المدنية راهو غلطوا في الأشخاص. يا ونقول لك، شوف الأخ أمين،
تفضل. اقتصاد نتاع الدولة، اقتصاد نتاع الدولة ما وي يقومش بالفوضى وما يقومش بالمحاباة. اقتصاد نتاع الدولة يقوم وفق الدراسات، ويقوم وفق استشراف، ويقوم وفق إحصائيات، فهمت؟ ما يقومش هكذاك برك. تشوف نقول لك حنا دوك رانا حنا عايشين دوك مثلا هنا في الخارج، تروح تلقى انت ناس راها تدير في الإحصائيات، وتدير في صبر الآراء، ومع ذلك يديروا في دي زونكات. طلبة يخرجوا، قال له روح دير لي اونكات هنا على موضوع معين، يخرجوه ما يتلقاك في الطريق هكذا. قال ودي اسمح لي 2 دقائق من فضلك، واش تحوس؟ قال له ودي حبيت نوجه لك سؤال برك حول الموضوع. قال مثلا طائرة، اسكر، تحس انت بالإزعاج هو انك لما تفوت انت طائرة منا؟ والله الناس تخدم ويستشيروا المواطن تاعهم ويسمعوا للرأي نتاعو وكذا. ناس تروح واش نفحت له دير مطار في المكان الفلاني، فهمت؟ ودز في الحيط، واش دير طريق ومشي، فهمت؟ ماهيش الناس أنا تمشي وفق، قال مثلا وفق استراتيجية، معايير إيه وفق معايير علمية، وفق نظرة مستقبلية. تذوك لما تروح تحط لي انت درك واحد هو مثلا يستثمر في السياحة، فهمت؟ فرق بين واحد انت تعطي المثل، واحد اللي هو راهو قال مثلا عنده رؤية أيوه للسياحة باش يطور هو السياحة في البلاد، وقال مثلا عنده ناس راهم وراءه وراهو هو يخدم من أجل، وبين هو أنك واحد يروح هو يدير لك أوتيل ويمارس فيه الرذيلة، ويمارس فيه مانيش عارف المحرمات والمخدرات والمسكرات وكذا، ومن بعد انت هاي النتيجة اللي توصل لها. روح ولي ترى السياحة نتاعنا، السياحة نتاعنا في البلاد، شوف الفنادق واش راها تنتج، روح شوف، ايه هل ترى انا راها فنادق محترمة، راها فنادق قال مثلا راها فيها مثلا ملتقيات، وراها فيها ندوات، ما وراها انا قال مثلا هي تدير فيها معارض، وراها فيها ما كانش. تروح انت قال واش ياهو جا معرفة مع الشيف سيرفيس تاع الكوميسارية الفلانية، ودار معرفة مع ايه الشيف الفلاني، قهوة وثما ومنا ومشي، هاب جابوا جماعة ثم يروح يبرتفوا كيما يقولوهاش في البلاد، وعقب ومشي. المواطن لما يجي هو يقول له تروح الاولى، تروح لوتيل، روح لوتيل، مخبوط انا ندينا المرة نتاعي لوتيل هاوية ولا ايه نعم السياحة العائلية ما كانش هذه هي. كانش لا حبيت لا استاذ قلت لك سامحني قطعتك لان قلت لك الاموال هذه اللي مديتها الدولة الناس هذول ما عطاتهاش الاطارات مثقفين هما كانوا يقوموا بالمهام هذه اللي راك تحكي عليه باسكو اطار مثقف متربي محال راح يدير رذيلة ولا راح يدير راح يكون ثاني النخبة معاه ويمشي في مثلا في مجال ما معين صناعي سياحي على الاموال اللي مدوها الناس هادو واحد يجي في العقار واحد مانيش عارف انا يجيب لي طوموبيل نص محشوشه والاموال اللي بعرفتها الدوله على الناس كيما هادو انا يظهر لي هذه غلطه كبيره دارت الدوله النظام هذا دار غلطه كبيره مع الناس زين هادو وسيدهم وما نعرفوهاش وربراب وهادو كل غلطه كبيره دارت الدوله كون مدتهم ناس مثقفين واطارات صح كانت الجزائر تقدم برس كل وحتى هذه المشاريع هذه اللي مدوها في نتاع تشغيل الشباب هذه، قسما بالله لو كان جات وفق دراسة وراها قال مثلا توزعت توزيع عادل، قال مثلا كل ولاية قالها وعندك مثلا كوطا، فهمت؟ عندك كذا، قال انت دير ركز لي مثلا في الولاية الفلانية، ركز لي على الجانب الفلاحي، شوف وفق، قلت لك انا دراسة وفق معايير علمية. قال اي له المنطقة الفلانية قال هذه يصلح فيها قال مثلا الفواكه، قال المنطقة هذه تصلح فيها البطاطا، قال وي المنطقة هذه يصلح فيها الشعير ويصلح فيها نعم القمح، وي قال المنطقة هذه قال أنا نديرها منطقة صناعية، قال المنطقة هذه كذا حول المناخ نتاعها مرتفع وكذا وكذا، هاي المشاريع اللي صلح فيها وتكون وفق معايير علمية فيما بعد ايوه يدرك عندنا الظروف حكومة في كلها مئة الاقتصاد. استاذ يا عندنا الظروف سيد راح كلها يدير مئة ملف الا واشي، اشخاص رايح دير واسمه وروح ادهن السير يسير كيما قالهاش الاخر، مد 40 مليون ولا 50 مليون ثم ويمشي هنا يدير العدالة 12 مليون. العدالة الاجتماعية انا كي قلت لك عليها مانيش غلط العدالة الاجتماعية استطيع تنحي الرشوة كي الوزير
كاين المواطن كل زي بعضهم يتحاسبوا ضربه واحده. العداله الاجتماعيه هي اللي راح دير نظام صحيح يعني يصدر بالقوانين، الناس حتى تمشي في المشاريع لا رشوه لا يديك ما كاين حتى واحد يباريك. هذوما الامرين اللي يخصوا الجزائر اون جينيرال، تسمى نحكيو هكذا بالعامه. اما هذا النظام هذا راه ما جاش وحده كما قلت انت، شكون اللي جابو؟ كاين تيار اللي هم من بلدان مثلا عظمى كما امريكا ومهم امريكا هي الحال الميول الحالي راهو امريكي، يعني 70% راهو امريكي هذا النظام، 70% راهو تسمى مول امريكا. والصراع تسمى تاع الفرنسي، النخبه الفرنسيه اللي راه تصارع في النظام هذا راهي ضعفت شويه، ضعفت ما بقاتش كما بكري، لان امريكا عندها مشاريع في افريقيا، يعني في افريقيا في العالم صدير حبة تسيطر، هي ومناسبة هي تنافس هي والصين وأوروبا، فهمت؟ حبة تنحي المستعمرات هذيك الأوروبا تستغلها أمريكا ولا آسيا، هادو الصين يعني بصفة عامة. حنا نظام الحالي ميول تاعو أمريكي، يعني 90% 70-80% أمريكي، وأنا حنا أمريكا ما تساعدناش. أمريكا لما تخش البلاصة راهي تاكل هي برك، ما توكلش، راهي هي تاكل لولادها وولادنا يجوعوا وتقتلهم عادي، فهمت؟ حنا امريكا ما تخدمناش، زيد حسب المجتمع اللي راح يفرضوه علينا وصيغوا لنا المجتمع تاعنا، ما عندنا حتى علاقه بهم، ما عندنا حتى علاقه بهم. هذا هو الصراع الحالي اللي راهو كاين. اما بخصوص هذوك الناس مساكين اللي ترشحوا، هلا غالب عليهم تسمى صح الوجه على ما اظن، جاوا برك صح الوجه، ما يديرها غير صحيح الوجه اللي يتقدم بالطريقه هذيك راهو صحيح الوجه. ذا ما كان يا استاذ، اما اللي يخرج ولا اللي ما يخرج، اما غدير هذا وبدير ثاني ويضرب في البندير، يضرب في البندير عسكري يقعد الهير وثلاث ريح ترونكيل، انت حاب ديرنا فوضى كبيره؟ هذا ما كان. ولكن انا سمعت واحد سيدي يهضر على الجيش، الجيش حاساه، الجيش حاساه، الجيش حاساه. لما الجيش صراو غزوات مثلا في سنه 73 مع دول الجوار مع تونس ثاني، صراو دخل الجيش وحمل حدود المؤسسه العسكريه تعمل حدود، والحمد لله راهو الحدود راهي نتكلف بها الجيش. نعم ممكن فيه واحد الاخ اللي يتكلم عن القضيه نتاع الجيش، ممكن كان يقصد تسمى الانقلابات ولكن يعني قال لك باللي الجيش تسمى المفترض هو انه يكون حيادي، يعني يكون حيادي، يكون حيادي. لا 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 لا، ها شوف، هو في البدايه انت نقولوا مثلا الثوره كانت الجزائر ما عندهاش جيش، الجيش اللي كان هو كان جيش تحرير، كان عندها جيش تحرير. نعم الجزائر كانت تحت سلطه الاحتلال، الناس هذوك اللي كانوا هما شكلوا الجيش تاع التحرير هم مجاهدين متطوعين، كاين منهم اللي ربما داروا تدريبات هكذا عاديه، قال مثلا في ما على باليش انا في القاهرة ولا في بغداد ولا في كذا، وكاينين الناس اللي هما قال مثلا هربوا من الجيش الفرنسي، ولا الناس اللي داروا قال مثلا الخدمة العسكرية في نعم. فرنسا. المهم هما شكلوا هذاك الجيش نتاع التحرير. نعم دركا في الدخول نتاع الجيش نتاع التحرير من الحدود والناس اللي كانوا في الداخل، وقال مثلا فرضوا هما عن طريق القوة فرضوهم الأمن، وقال مثلا في البدايه قال مثلا تقدر انت تقرا الاعذار، قالوا دي الدوله ما كانتش كاينه مهيكله وما كانتش منظمه، وقال مثلا كانت فرنسا بالمرصاد كانت هي تحوس على جل باش مثلا دير عملاء ولا كانت هي، وقال مثلا في تلك المرحله تقدر انت تقرا الاعذار، لكن فيما بعد قال مثلا مات بومدين الله يرحمه، قال اودي كان في تلك المرحله قال اودي ولا بد قال باللي تدخل الجيش، ودخل الجيش سيدي وجابوا الشاذلي، وفيما بعد فتحت نتايا تعددية وسمحت للناس على جل باش دير احزاب سياسية، ومن بعد تنقلب وتعاود ترجع الجيش، عاودوا يجيبوا الكوما بوضياف وقتلوه، ومن بعد يروحوا يعاودوا يجيبوا زروال، ومن بعد يزيد يدخل الجيش على جال باش يجيبوا تفليقه. ودرك لا الجيش ما دخلش في بوتفليقه، الجيش العماري كان ضد بوتفليقه، خرجوا الامريكان العماري، الجيش عمره لا كان خرج زروال، الجيش
كان في المرحلة يحتاج زروال. لما جابوا بوتفليقة كان خلاف مع العماري، العماري جينا عمر الله يرحمه نحته أمريكا، ما نحى حتى واحد، فهمت؟ الصراع اللي كان بين بوتفليقة والجيش استغلوا الأمريكان ونحى العماري. تسمى الجيش مش هو اللي جاب بوتفليقة، مستحيل. نعطيك تسمى بالنسبة للفكر نتاعي أنا، يمكن يكون غلط بصح، محال الجيش جاب بوتفليقة من المحال، جابته أمريكا فرضته على الشعب هذا، فرض الشعب هذا وعلى الجيش هذا، نحبونا نكرهوا. الدولة قوية جابت الإنسان هذا، راه يتصرف كما تحب وتشتي، لأن كاين حقول بترول وكذا، تعرف الأمريكيين يبحثوا على كل شيء، الصغيرة وعلى الكبيرة. بالنسبة لي أنا، إن الجيش عمره لا حط بوتفليقة، أنا بالنسبة لي أنا من الآخر، والفرق مازال عنده حماية، باسكو لأنه هو راهو بالنسبة لي أنا ربي يشفيه، يمكن مات، يمكن حي، يمكن ما يتنفسش، يمكن كذا، خوه والناس اللي استغلهم خوه بالمنصب تاع خوه الرئيس بوتفليقة، الأمريكان اللي راهو يدعم فيهم وينعتلهم، لأن السياسة الخارجية أي زيرو ديفو، تسمى مستحيل يكون عندنا نظام يدير ديفوات في الداخلية أسهل من الخارجية، سبحان الله. في الخارجية زيرو ديفو، وإنما لاشا شوية تاشيرة الأخرى دي سبوله في الحدود، خلاها إفريقيا، شمال إفريقيا وكذا، خلاها عاد اليوم نتنياهو يركب الطيارة ويجي لتشاد وكذا، كانت الجزائر عندها حجم كبير وبوا كبير على إفريقيا. لما داروا البلبلة هذه تاع الحدود وليبيا وكذا ومالي، الجيش تفرق راح، تسمى يعس الحدود، ما عنده حتى خدمة أخرى، ما يقدرش. راني اسمع اخ امين، انا ما نعرفك ما والو، ايه خويا معليش. راني اسمع، راني نشم فيك في ريحة بومدين وريحة الجيش. انا لا لا والله نقول لك حاجه، انا اللي يخدم البلاد، اللي يخدم البلاد ونشتي بلادي معاه، تسمى كي بومدين كي الجيش كي واحد اخر، فهمت؟ انا معاه، يجي واحد يخدم البلاد انا معاه، تسمى مع الضعيف، باسكو رب العالمين لما خلق الدنيا هذه قال الضعيف هذا لازم يتولاه واحد المسؤوليه، مش سهله، ضمير وكذا وافعال وانا مش مبدونيست، انا كلمه مبدين كنت في عمري 8 سنين ولا 10 ولا هذا، ما كان مانيش مبدونيست. منين مانيش اخ امين انت؟ منين؟ انا مشترك، مشترك منين؟ منين من البلاد؟ خشرة باتنا تجننت، تجننت سمع بيها تجن. صاحبي قال لي تجننت، ايوه تجننت قسنطينة. مش ميلا، دوك رجعوها الميلا، كانت قسنطينة وقت ورجعوها الميلا، ايه والله ما تجننت، على بالي، نعم ايه بالي انت رجعوها الميلا، قسنطينة. كانت قسنطينة وقت ورجعوها راهم الميلا. مازالهم يديروا السوق ثم. ديما ديما ديما، وي لازم السوق، لازم الناس تتحرك تاكل من شويه خبز والله غالب هذه هي هكذا، فهمت؟ وجاو ناس اصحاب العقار وكذا داو كل شيء وخلاو غير السوق، والسلام عليكم، فهمت؟ عليكم الخير قال لي صح. بنوا زنوات، ما شاء الله رجال اعمال داروا زنوات وراهم مخدمين الناس وعوائل تستفاد منهم، ما شاء الله، يعني ايكيليبر كاين، توازن في تجنانت كاين، توازن كاين، ما نكذبش عليك، توازن كاين. عليكم الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. سامحنا استاذ طولت عليك، الناس يتسنى شكرا بالك على شكرا حياتكم، الاخ امين، ان شاء الله نزيدو ان فرصه شاء الله اخرى ان شاء الله، نسمعك مره اخرى. ربي ان شاء الله يبارك فيك، ان شاء الله. ميرسي شكرا بوكو الاخ، استاذ، السلام ربي عليكم. يحبك. شكرا الاخ امين. أخ أسامة يبدو هو أنه عندك مشكلة، الأخ أسامة في الخط تاعك. المهم إذا كان فيه، مش عارف، كان فيه واحد الأخ قبيل كان يتصل بيا. المهم شفتش، أعتقد الأخ محمد، معذرة الأخ محمد إذا كان طولت عليك. المهم إذا كان فيه واحد من الإخوة والله يزيد يدير مداخلة ونختمه إن شاء الله البث هذا. إذا كان فيه واحد من الإخوة يحب يدير مداخلة يطلب الإضافة ونختم إن شاء الله هذا أخويا ترشح الأخ محمد، ورا المشكل، قول ترشح على راك، شوف ترشح هذا. أخ أسامة عندك مشكلة في الخط تاعك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا الأخ محمد.
تراك داير استاذ؟ لاباس الله يبارك فيك. لاباس الحمد لله. بغيت نتدخل على تاع المغتربين والترشحات الرئاسيه. هاي تفضل. البارح تبعت البرنامج تاعكم وتبعته فاني لبلاتينا، كنت نتفرج فيه على هذوك المترشحين هذوك اللي راهم يترشحوا. هذوك ماهمش ناس عاديين زعما ديتهم الغيرة على البلاد ولا بغاو يخدموا البلاد وراحوا يترشحوا، هذوك قاع تاع دولة، هذوك قاع تاع دولة. إلا ما يخدمش عند الدولة، الدولة هي اللي موكلاتو باه يروح زعما يترشح ويوري في روحه. أي الدولة يمثل. شاري تحوس توري يمثل، فوالا السلطة راهي تحوس توري للشعب، راهي تحوس توري له بلي فوالا ما عندكش لو شوا، تا با لو شوا. الوغ هادو ولا حنايا، وسيكو الدولة راهي تحتقر في الشعب تاعها احتقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. كون غي قدمت لهم الناس يعرفوا غي يتكلموا ولا يعرفوا غي مسرحية، دايرين مسرحية، واحد يقول لهم نعرضكم على ماكلة، خلصكم ندير لكم زردة. واحد دروك كي نتفرجوا الرئيسيات كي نتفرجوا الرئيسيات في العالم كيما تاع امريكان ولا تاع فرنسا ولا تاع، ومن بعد كي تتفرج تاعنا دروك هذه السلطة هذه ما فهمناهاش. اسكو راهي فريمون تحوس تخدم البلاد وهذاك هو حدها، ولا خدمتها تحوس تخرب البلاد؟ باسكو بهذيك لا مانيير اللي راهي دير فيها هذيك راهي تخرب في البلاد، راهي تخرب. بطبيعة الحال هذاك تخريب، هذاك فساد، هذاك. إيه. وهذوك ماهوش ناس عاديين بغاو يترشحوا بغاو يخدموا، هذوك ناس تابعين للسلطة، هذوك ناس اللي قد الناس تفهم باللي هذوك الناس اللي شفناهم في النهار وفي البلاد وفي هذوك قدام يدوا في الاستمارات تاع الترشيح، لكن الناس تفهم باللي هذوك ماهوش ناس عاديين صافي يدير بهلول ما يعرفش راح بيترشح. لا، هذوك ناس موكلين لق الناس ما بينها تكون واعية وتفهم. وفاني روماركيت حاجة في الجزائريين كلش يدوه بالضحك، كلش يدوه بالضحك، كلش يدوه بالضحك، حتى حاجة ما يعطوها سيريو. نورمالمون الجزائريين في هذيك تكون عندهم وقفة تاع كيما يقولك تاع راجل خشين، راجل عنده كاركتير. لا لا، ماشي كيما هكا، يا دي ليميت، يا دي ليميت. هذه دولة، هذه لا ماشي هم شوف نقول لك لحقت الناس لواحد المستوى وين انه لو كان الميت يتحرك يشبع ضحك. اصلا انت كيما كنت تقول، لحقت الناس للمستوى لانه ما كانش جديه، سيريو ما كانش، ولاو ياخذوا في الامور كلها بالضحك. واحد راهو مريض ما يضحكوا عليه، واحد عنده عاهه من عند ربي فهمت، اصيب بمرض ولا اصيب بكذا راهم يشبعوا عليه ضحك. واحد الهيئة نتاعو ماهيش مليحة راه مشابين عليه ضحك، وراه قاعدة الناس النهار طول هي تتكلم تطعن تطلع تهبط، وباش الناس راها قال مثلا غايبتها البلاد وتتحرك من أجل علاج باش هي تخدم البلاد، والله قاعدين راها الهضرات وتطلع بواش كان جديد، جابوا اليوم مرشح واحد آخر واش، أو قال راح نخدم لكم الطريق بالزلابية، ورا الناس تضحك. وسيكو علاش الاستاذ كي تهضر مع الناس هكا الناس كاع عندها لو ميم ديسكور، التغيير والوعي، التغيير والوعي، التغيير والوعي، حتى تبدا تقول بلي يا ودي عندنا شعب شويه مثقف، عندنا شعب شويه واعي، عندنا شعب. بصح كي تشوف شكاين في التيرا، كي تشوف لا رياليتي كيفاه لي جون يهضروا كيفاه يتعاملوا، سبحان الله. مش هذو ماشي انتوما اللي راكم تقولوا كيما هكا. وفاني البارح كنت نسمع في واحد دخل كان يهضر قال لك ليق نديرو ثورة وثورة وثورة وثورة، وانت قاعد تفهم فيه بلي ثورة يا ودي راهي من المستحيلات السبع. دروك نعطيك غير مثال، هذا جا ذا رأيي، هذا رأيي صافي، دير فكرة فوالا نطرحها لنا في البرنامج تاعكم. لاحظنا بلي في الأعوام التالية الناس دروك كاع اللي راهي تكري مؤسسة ولا راهي تكري شركة ماشي تكري مؤسسة بالمواشين والديبو كيما يقولوا الالات، راهي تكري مؤسسه غير سير الانترنت. في الانترنت راهي تكري مؤسسه تاع دي مليار وتاع فوالا، دخل دراهم كبار اكثر من اللي عنده 100 ماشينه. دروك حنا يعلم على الجزائري ما يخممش، وسيرتو هاد الناس اللي متكلفين بالانترنت، هادو اللي سي دي زيكسبير في الانترنت وفي لي ريزو سوسيو، على ما يسيوش يديروا هكا اون ريفوليسيون هكا سير الانترنت. سبحان الله، يسيو كيما لا دينيير فوا داروا ديك الحمله تاع خليها تصدي
وسات في الديبيتون تاعها مشات ولات تدور بيا ومام داروا وقعت اون كريز حتى المارشي تاع الوطن علاه ما يديروش كيما هكا حمله تاع ثوره سور انترنت فوالا معليش سورتو الشعب الجزائري بارفوا يولي سوليدير بينا كي تكون افير تاع ماتش ولا حاجه كيما هكا ولا وطنيه يولي متضامن على شوف نقول لك في هذه المسائل، اولا لازمك تعرف باللي راهم دايرين جيش في الانترنت، جيش عندهم مثلا دي باج، قال مثلا يحبوا لك مثلا باج يطلعوها يحبوا يهبطوا باج يهبطوها. بالعكس هما دوك راهم كاينه بعض الاهازيج اللي مره على مره تسمعها في استاداتهم اللي يديروها بعض المبادرات اللي انت راك حتى تنخرط فيها من الصنع نتاعهم. قال مثلا دوك مثلا هذه قضيه انت هذه انت خليها تصدي، يستهدفوا في جهه ضد جهه واحده اخرى. لحد الان ما راهمش يستخدموا في هذا الانترنت، يستخدموا فيها استخدام صحيح، استخدام ايجابي للاسف الشديد. راهم يستخدموا فيها من اجل اعطاء معلومات، من اجل افشاء معلومات، من اجل الابتزاز، من اجل التشويه، من اجل الاختراق، من اجل التضليل، من اجل الاحتيال. للاسف الشديد لو كان جات الانترنت هذه، انترنت راه الناس تقضي بها، راه الناس دايره فيها متاجر، راه الناس دايره فيها تجاره، راه الناس تخدم بها وتطور بها في البلاد، وراها تستعمل فيها للسياحة وتستعمل فيها للتعليم وتستعمل فيها للوقاية وتستعمل فيها أشياء كثيرة. للأسف الشديد احنا مازال ما لحقناش المستوى، لأن القضية تتطلب وعي، والوعي ما راهمش ينشروا فيه. انت ذوك لما تروح تشوف انت يا قال قناة فضائية مثل النهار واشي قال، هاي قالت الشابة صباح، هاو قال هواري منار، راه قلت نعيمة عبابسة باللي راهو الشيخ شمس الدين راهو حب باش يتزوج بيا، والشيخ شمس الدين راهو قال باللي انا يا ما قلت لها وما والو، ومن بعد راهو قال هذاك خصاني، راه قال الشيخ شمس الدين كذا، ومن بعد هاو جا شركس، ومن بعد كذا. هذه المواضيع راه درك هي تساهم في تضليل فئات كبيرة من الشعب، وفي جعلها على جل باش هي تقضي اوقات كامل في هذا الكلام الفارغ. عوض هو ان الناس راها تساهم في رفع درجه الوعي، عوض هو انه راها الناس تساهم في التثقيف تاع بعضها البعض. راه قال مثلا تشوف انت ناس محللين سياسيين ما شاء الله، وناس مثقفين وناس مفكرين، وراها الناس تناقش. شوف غير النقاشات هذه اللي رانا نديروا فيها درك مثلا، تشوف مستوى تاع الناس اللي راح تتكلم، وبين تشوف واحد يجي يتكلم يطلق هكذا ومن بعد يهرب، لانه مش قادر يواجه، مش قادر يتكلم، مش قادر يعبر، مش قادر كذا يروح. ولكن شوف الناس كيفاش راهم يتبعوا، وشوف في المقابل تفاهات اللي تروح انت تحط له فيديو فيه قرد يشطح تلقى انت بالله. استاذ في هذه راني داكور معك في هذه، بصح عندك شوف نعطيك غير مثال لهنا، نعطيك غير مثال سي تيون بروف. شوف في اللحظه هذه اللي انت راك داير لايف، كاين بزاف الناس راه داير لايف، كاين الناس اللي راه داير لايف تاع موسيقى، كاين الناس اللي راه داير لايف تاع افلام، كاين انت راك داير لايف تاع فوالا تاع سياسه تاع وطنيه تاع اللي يبغي بلادو، اللي غير على بلادو، اللي يحب الشونجمون. عندك مالغري قبيله كانت 50 تطلع 100 بارفو تطلع 300 خطره تحك حتى ال 1000 صافي دير ياد ليسبوار، بويسك يا دي جون كي سانتيريس ويقعد هكا لي فيديو تاعك ويشوفوا وصابار كل واحد ويقول رايه، وسبحان الله يا بليزير كولير كيما هكا. سي تادير كاين امل، كاين اسبوار، صافي دير لي جوست هذاك الديكليك هذاك تاع صافي دير لي قوم يفو باسي على لاكت. اون فيت يفو باسي على كليق ديرو حاجه، ما نقعدوش غير مستسلمين، ما نقعدوش غير مستسلمين طونك يا ناس راهي باغيه، يا ناس راهي حابه. كيما يقول لك البركه في القليل، وكيما يقول لك عندك ان اوبجيكتيف نوبل
il faut passer à l'acte, il faut faire quelque chose. Rip le qlil, mais il faut faire quelque chose. وشمن لاكت يا الاخ محمد وشمن لاكت انت اللي تعوجها ليه استاذ استاذ لاحظنا حاجه لاحظنا حاجه واحد يقول لك وقول ما تلحق شوف ما قري شعب الله غالب عليه راه منحط انحطاط لله الله محمد رسول الله بصح رانا لامسين في حاجه راه حاب التغيير تهضر مع اي شاب واش هو الاكت اللي انت حبني ان نديرو واش هو لا استاذ انا ماشي نهضر عليك شخصيا انا نهضر بصفه عامه انت الله يبارك انت راك دير خدمتك وراك دير لايف وراك تهضر مع الناس وراك انا يا واحد من الناس وعمري ولا هضرت في لايف كنت ما نوزيش مين نحب بلادي ونبغي بلادي وما قريني في لترونجي ونتبع لاكتواليتي ونشوف اول مره درت الله اول شاركت اول مره شاركت والله شاركت معك انت يا ربي يبارك فيك راك فاهم كيف صافي دير هذا احنا نسعى وشوف رغم اننا كما نقولوا فئه قليله رانا نسعاو من اجل على جال باش نلموا الخيرين نلموا الناس الجديين نلموا الناس اللي راهم درك هما غيظتهم البلاد وراهم حابين هما يساهموا فيها ورانا نحوسوا من خلال هذه الوسائل ومن خلال هالانترنت اللي انت كنت تتكلم عليها على جال باش احنا نستغلوها في الجانب نتاعها الايجابي باش نحثوا تواصل بين الناس اللي راه في الداخل والناس اللي راه في الخارج مهما كانت الاختلافات راه عندك مثلا كاينين ناس لكن نقدروا نتفاهموا قال هذا كان في الافافاس هذا كان تاع حمص ونحاول هو انه انا نقرب الناس لبعض على خاطر كاين الناس اللي يجي هو يجي قال مثلا يهجم لك حماس ويحط فيها والله يجي واحد يهجم لك الافافاس ويحط فيها انا مانيش نحوس نحوس نلم الناس لم الناس على جل باش نروحوا نمشيوا للامام لكن ما عنديش انا الوسائل وما عنديش الامكانات على جل باش انا نروح ندير انا مبادرات اللي هي تتطلب اموال ماشي قضيه نتاع تاع كلام ولا قضية تاع أفكار كاينة أفكار كاينة ولكن أنا دوك مثلا لو كان جثر عندي أموال مثل ما راه ما عندهم ناس آخرين نتنقل نروح أنا لبريطانيا نروح لكندا نروح للصين نروح لألمانيا نروح لأي دولة لروسيا ونقدر هو أنه من خلال المبادرات اللي عندي من خلال الأفكار اللي عندي نقدر أن نجمع أكبر عدد ممكن من الجزائريين من هذه الإطارات من هذه الكوادر من هذه الأمخاخ من هذه العقول نقدروا نصنعوا كثير من الاشياء ولكن ما عنديش الامكانيات باش انا نقدر درك انا كل يوم هز طياره ورايح انا قال مثلا تروح انت باش تروح انت لازمك تروح للوتيل لازمك انت تتنقل لازم لك مصاريف لازم لك كذا عندك بيت عندك اولاد عندك كذا انا راني درك اولادي راهم راقدين اني 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 محرم عليهم النوم فهمت انا فاهمك استاذ انا فاهم اللي قالها بيدجي واللي قال هذيك واللي قال هذيك مي كاين حلول كاين حلول اني فاهمك اني فاهمك صعبه جدا صعبه جدا بصح فين اللي كنشوفوا حاجه شابه بالجزائر راهي في منعرج كيما يقول لك ساباس وساكاس على بالك اول مره في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال على بالك قادرين نخرجوا من السيستم القديم بوتفليقه راه في حاله كارثيه ميت صافي دير قادرين يكون الشعب هكا يضام من غير بور انفو هكا يضام من هكا يدير حاجه شابه ماشي تعام ولا عامين ولا غير في هذه في هذا لا بيريو تاع 3 موا نخرجوا كاريمو من هذا السيستم ويلا على بالك ويلا عاود قبض هذاك الجنرال اللي راه مترشح ولا قبض واحد منهم كيما انت قلت قبيله اوني بور انكور بور 50 وحده اخرى ثاني 50 عام جديده راهي يعني نقولها لك انا قلتها على خطر عليه درك هذا درك بوتفليقه الحق المدى نتاعو خلاص اي كملت لا ديوريتا اذا كان درك الناس لا ماشي قضيه نتاع الحق درك خلاص الحق للروج راهو في الروج دركا هاد الناس اللي راهم دوكم مثلا كانوا يراهنوا عليه خلاص انتهى درك هو يروح لما يروح الناس اللي جاوا معاه يروحوا فهمتني لكن هذا درك لو كان الجماعه دوك اللي راهم حابين هما مثلا يوصلوا واحد اخر من الجماعه هذو اللي راهم معارضين للسلطه اللي راه درك ويحوسوهم يوصلوا واحد لما يوصل هو راه يجيب انتوراج واحد اخر يجيب الصطاف نتاعو فهمت من بعد هو يبدا يدور المره الاولى قال يبدا يدور بسلك الدبلوماسي طف نحي السفير الفلاني نحي القنصل الفلاني نحي الوزير الفلاني نحي المدير الفلاني ويبدا نحي الوالي الفلاني نحي رئيس الدائره الفلانيه ويبدا دير انتخابات بلديه دير انتخابات برلمانيه اوب كملت 5 سنين ودي مازال ما كملش البرنامج تاعه ولازم 5 سنين واحد اخرى روح من بعد يزيد يخرج لك واحد اخر يزيد يجيب جماعته وهكذا شيئا فشيئا ورايحه ورايحه ونقعدوا هنا حنا نحوسوا على جال باش
نوقفوا هذا النزيف باسطع. خلاص خلاص، هذه السياسه نتاع البريكولاج، السياسه هذه نتاع تطبع، هذه السياسه نتاع هروب الى الامام، خلاص لازم تتوقف. استاذ احنا ما عندنا سياسه تاع بريكولاج، انا ما نشوفهاش سياسه تاع بريكولاج، انا نشوف فيها سياسه تاع تهديم. البريكولاج هذاك اللي بريكولي امور راه يخدم، والله غالب راه يدير على حساب طاقته. بصح احنا سياستنا ماشي تاع بريكولاج، سياسه احنا سياسه تاع تهديم. هدم 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 هدم، ما خلو اسره، ما خلو مجتمع، ما خلو تعليم، ما خلو صحه، ما خلو، ما هي سياسه تاع بريكولاج، سياسه تاع تهديم. وثاني لاحظت حاجه، حنايا الجزائريين بزاف في فرنسا، هنايا غير في لا ريجون باريزيان لا بريفكتور تاع تاع باري تقولها بلي كاين 450 الف جزائري. على درك وهنايا سورتو هنا في فرنسا كاين بزاف مفكرين جزائريين، كاين فيهم لي زون دافير، كاين فيهم لي زونيفرسيتير، كاين فيهم لي بروف، كاين فيهم، على ما نسيوش نديرو اسوسياسيون لا هنايا في لا ريجون باريزيان ونسيو نديرو ضغط على فرنسا. درك شوف حنا نهضر كيما يقول لك رانا جزائري في الجزائر، على بالنا بلي الجزائر محميه فرنسيه، اللي كان اللي تالمو يبغي بلادو ما يتقبلش الفكره، يقول لك لا استقلال. هنا واحد يكون واقع، احنا محميه فرنسيه، اللي بغى بغى واللي ما بغاش بغاش. انت راك في فرنسا تشد كاع الشركات في فرنسا اللي بغاو يديكلارو فايت كيما لا غاتي بي، كيما هذيك لوطال، كيما كاع هودو عاودوا بوستيهم في البلاد، بوستيهم في البلاد وعاودوا رجعوهم لهنا. اي شركه في فرنسا يوقع فيها بروبليم ديفيكولتي تاع دراهم ولا حاجه يهودوها للبلاد، يحلوا لها بروجي تماك، تروح تخدم تماك، ترفد روحها باه تعاود ترجع لفرنسا. انا عارفين بلي فرنسا هي اللي تجيري. فرنسا جات تحوس، ما تحوس على والو، تحوس على الثقافه والدراهم، دراهم وثقافه، هذا ما كان. على ما نسيوش حنايا نديروا ضغط هنايا في فرنسا، سبحان الله، نديروا دي مانيفيستاسيون، نديروا وسيرتو مع الخرجه التاليه تاع الطلاين هذوك اللي اللي اتاكيو فيها فرنسا ديريكتومون، قالوا لهم سباب لافريك، سباب سباب ميزيري تاع لافريك، هما نتوما راكم ديروا هذيك نتاع تاع انا نحوسوا نهضروا على البلاد كيفاش نقفوا بالبلاد، وهضر لي ندير مانيفيستاسيون في فرنسا. بصح استاذ والله الله الله استاذ، انا فاهمك انا فاهمك، بصح المشكل ماهوش جزائري 100%، المشكل جزائري فرنسي. يا ودي رانا تحدثنا في هذا الموضوع، اسمع رانا تحدثنا في هذا الموضوع، رانا قلنا باللي هذيك الاشياء راح تكون تحصيل حاصل. هذا الاطارات اللي انت راك انت تقول باللي راهم موجودين في فرنسا، يوضوا انك تفتح لهم المجال في البلاد على جال باش هما يستغلوا هذاك لو سافوار اللي راه عندهم ينقلوه للبلاد، افكار اللي راه عندهم ينقلوها للبلاد ويحولوها الى مشاريع فيما بعد. انت هذه الاطارات اللي هي راه تستغل فيهم فرنسا وتستغل فيهم كندا وتستغل فيهم دول واحده اخرى، تعاود انت تفتح لهم المجال على جال باش انت هما يساهموا في نهضه نتاع البلاد. روح دير اللي انت، شكون اللي راه راح يمشي معك دير اللي انت مانيفيستاسيون في فرنسا وفرنسا ضد من غادي تدير فرنسا دير مانيفيستاسيون؟ على واش دير مانيفيستاسيون استاذ كي تفتح لهم؟ راه ما عندنا، راه ما عندنا لهنا عقول، وراه ما عندنا لهنا مفكرين، وراه ما عندنا علماء. استاذ انا دوك نجيك في هذه النقطه، انا جايك في هذه النقطه، تفتح لهم المجال. دروك السلطه الجزائريه ماشي ما خممتش في هذه النقطه ولا ما على بالهاش ولا على بالها بهذه النقطه، مي الجزائر هي اللي دايرتها عيناني الفبا، ماهيش باغيه، دايرت لها دايرت لهم عراقيل، ما طيقش تدخل، ما طيق تانفيستي، ما طيق تخدم، ما طيق دير والو. يجي كاع الدكتور مانيش عارف شقاري شا عنده يديروا له اونسيا مجاهد يحكم فيه في البيرو، هي دايرتها الفبا، ماهيش باغيه، ماهيش باغيه باسكو عليها المفكرين سي اون مناس بور لالجيري. المفكرين هما اللي قادرين ينوضوا الشعب، مش تحوس على المفكرين وهذو الواصلين، دايرت لهم هي دايرت لهم ذاك المير. عباك باللي ساعات ساعات على بالك نسمع كلام تقول الواحد يروح يهز قرداش ويندب. على استاذ انت معك، اسمع نهضر معك، شوف فرنسا كندا امريكا ودول هذه اللي راهو اسمع، شوف واحد راهو تربى في الجزائر وكبر في الجزائر ودار دراسات في الجزائر، يخلي الجزائر ويخرج لفرنسا ويروح لامريكا ويروح لكندا ويروح لبريطانيا ويروح لدول واحده اخرى، واش الشيء اللي هو خلاه باش يخرج؟ انت يا لازمك تفكر كيفاش ترجعوا للبلاد وكيفاش انت تسد هذاك النزيف اللي راهو درك هو في البلاد، انت انك انت مواطن تكبروا وتطلعوا وتوصلوا من بعد يجيو يديوه لك. لا
لازمك انت بصح استاذ تفكر نجي، على التفكير. بصح استاذ نبينا وصلوا عليه، انا جي با دي لو كونترير، كون نشوفوا كاع لي زالجيريان اللي راهم في ليترونجي ماشي هما اللي ماهمش حابين يدخلوا، او كونترير هما راهم حابين يدخلوا، السيستيم اللي اومبيشيهم با يدخلوا. واش احنا نهضروا احنا من الصباح وانا نهضروا، هيت احنا رانا قلنا باللي النظام هذا يروح، وهذه النظام الاطارات هذه انت تمهد لهم الارضيه على جال باش هما يرجعوا للبلاد، يرجعوا للبلاد. لما هما يرجعوا للبلاد وتصير نتايا كما كنا نحكيو مع الاخ قبيل، هو انك انت تنظم الاقتصاد نتاعك وتبني، تبني الجزائر هذه الجديده فيما بعد، هذه الاطارات وهذه الكوادر وهذه العقول، فهمت، وهذه الامخاخ هما يعاودوا يرجعوا. احنا شفناها في الثمانينات، في الثمانينات في بدايه الثمانينات نشفى لها بعد ما توفى بومدين ربي يرحمه، كان هناك الى حد ما انفتاح في تلك المرحله، وبطبيعه الحال الخدمه خدمها بومدين في تلك المرحله. الناس اللي كانوا في فرنسا سقسي بالك، راه ما عندك ناس من لا فامي ولا ناس كبار ولا سقسيهم، كانوا في تلك المرحله قالوا واش يو ايميغري ودفع الريزيدونس تاعو. تعرف واش كانوا يديروا؟ واحد ريزيدي هنا في فرنسا قال اول مره يروح للبلاد يدفع ريزيدونس، يعطيو له زوج طوموبيلات ويروح للبلاد. يروح للبلاد كثير من الناس اللي هما داروا مشاريع في البلاد وروحوا من فرنسا، يروحوا للبلاد صاروا ما يخدموا في البلاد. كان الدينار الجزائري كانت عنده قيمه، وكان تخلي من هذيك الامور تاع الفلاحه هذيك ما تهدرش، فهمت. كيف ذاك القيس دوكا كتشوف فيهم راهم الناس كيفاش. مؤخرا كنت نمشي في مركز تجاري، قاعد انا قاعد كان معايا الولد نتاعي، جيت باش نسلك المراه كانت قاعده قدامي قالت لي فوت قدامي. انا حشمت، انا اللي نخليك البلاصه كيفاش انت تقولي لي فوت قدامي؟ قلت لها نو نو نو، قلت لها فوت انت كيفاش؟ قالت لي لا 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 فوت نتايا. قلت لها لا مشي فوت انت قدامي. دخلت هكذا ومن بعد خرجت، انا خرجت لبرا هكذا قاعد نمشي انا وطفل هكذا، ومن بعد قاعد نحكي انا وطفل بنات نهضر معاه بالعربيه، نهضر معاه هكذا قاعد نمشي وهي تسمع. من بعد قالت لي وليد كيهضر العربيه؟ قلت لها بطبيعه الحال، قلت لها يهضر العربيه سي نورمال، كيهضر يعني يهضر العربيه. كي والله فريمون يعني عايشين هنا في فرنسا شي حاجه سهله يعني باش يعني هكذا وحدي. ومن بعد بدينا نحكيو، نلقى السيده طبيبه جات فاكونس وتحوس تقعد في فرنسا، فهمت، شي نورمال في الحاله اللي رانا فيها، ما بقات قاعده في البلاد. شوف انت الناس راهم اطباء يخرجوا فيهم واحد معورين له عينه واحد معور، شوف حتى الناس اللي كانوا في الجيش واحد طير رجله واحد طير ذراعه، راك تشوف فيهم واحد مطير له عينيه واحد مطير له اسمه، تدير مانيفيستاسيون في فرنسا يا رجل العين بليس. استاذ ما فهمتش النقطه تاعي، ما فهمتش النقطه تاعي. انا شنو بغيت نقول لك؟ بغيت نقول لك نقطه القوه تاع الجزائر ماهيش في الجزائر، راه في فرنسا، باسكو هي اللي حاميتها عالميا وهي اللي عطيتها الصوره قدام العالم. الجزائر كون ما عندهاش محميه خارجيه ما تيكزيستيش، تذوب تطيح تفوندي. هذا امر مفروغ منه، هذا مش هضره نتاع فيسبوك ونتاع يوتيوب. الانسان اللي راه يخمم على الجد باش يبني بلاد ما يهدرش الهضره هذه في الفيسبوك ولا في اليوتيوب. لا احنا رانا نهار قلنا نهار تكون نتايا في الدوله تبني الدوله وتحقق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات، وتفتح انت المجالات للطاقات المختلفه، نهار اللي تصير انت تبني دوله سيده وعندك مؤسسات اللي ما تزعزعش، في ذاك النهار ابدا هضر انت على هذه الامور غير بالاشاره. تبعث تيكستو برك قال واش كونسيلا في فرنسا، يلا 5 ملايين جزائري نحبكم صف واحد. يا دكتور الجزائري يشوف خوه، يشوف خوه تقول له انت جزائري، يقول لك انا خاطي انا كذا، خليك يرحم باباك. المهم الاخ الكريم شكرا. صح استاذ، شنو نقول لك؟ بارك الله فيك وربي يخليك، وكمل كيما هكا، راك عجبنا بزاف، كمل كيما هكا. الله يبارك فيك، شكرا للاخ محمد. ما بس ترى شوفوا ترى
اخ احمد اصبر نشوف ترى، نزيد نشوف ترى مع بوعلام هذا، ومن بعد نعاود نرجع لك ونختم ان شاء الله. اخ يوسف قال لك راك لايف ولا لا؟ لا ما رانيش لايف، راني اون ديريكت. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا ابو علاء. اسمح لي راني عاودت لي على هذه النقطه تاع ليمونتيزاسيون في فرنسا. ما تطولش برك، راه ما بقاليش الباتري في التليفون. لا، احنا عندنا واحد المثل اللي نقولوا اللي ما جاش مع العروس ما يجيش مع امها. هذا مثل شعبي، قال لك الحاجه اللي ما جاش مع العروسه ما غاديش يجي مع امها. صحيح. وفي راسي راه دير لي كلش، تروح عندها تقول لها باش زعما كيف. راهو عندك الصوت قوي بزاف، لو كان تنقص له شويه هكذا والله تيسي باش تبعد على الميكروفون بالك. اوكي، يعني من المستحيل انك تروح طالب بحقك عند باسوس دو بروبليم. هي الفكره انا بقى طيبه، ولكن ماهيش ما تقدرش تتحقق على ارض الواقع. احسن حاجه هي انا في المنظور تاعي الخاص، احسن حاجه هي الاصلاح. يعني لازم تصلح الفرد، البو يصلح ولده قد ما يقد، واللي يقري اللي كان راهم معنا معلمين يقري ولاد الناس بالنيه، والطبيب يداوي مليح، والتيديون يقرا مليح. اذا كان رانا نقولوا التغيير سي سا، هذا هو التغيير، هذا هو لو شونجمون. احنا نحسن النيه في رواحنا وفي الامان اللي راه عندنا، بعد عاد نطول عينينا للصوالح الاخرين، والله اعلم. امين ان شاء الله. شكرا الاخ ابو علا من المر، الاخ احمد، ونختم ان شاء الله هذا اللقاء هذا. شكرا الاخ ابو علا. اخ احمد دير مداخله ان شاء الله هكذا باش نختم البرنامج هذا. اعتقد اننا تحدثنا بما فيه الكفايه، ربما راه مازالوا فيه بعض الاخوه هكذا اللي يتبعوا فينا. ايوا حمدان شغل الميكروفون تاعك صاحبي، قول شغل الميكروفون مش سمع فيك. ماش اسمع فيك. الو يبدو انه عندك مشكلة في الميكروفون تاعك. لا لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. دوك هذا من راني نسمع فيك. راني نتكلم ديريكت من حي الكيتمان. هاي اوكي. ايه استاذ، بغيت نعقب على اودي. اسمح لي استاذ، انا تكيت راني متكي شويه، عندي المشكل في المصران من فوق شويه، سبور سا ما قدرتش. ربك الوضعيه شويه ماشي. معلش ربي يكون معك شويه، كي تهضر لازم تقعد ماشي تكسل، عيب. نستسمح جماعه برك، يعني يعطي المجلس قيمه ان شاء الله. قلت لك على صاحبنا هذا اللي كان يتكلم على لي مانيفيستاسيون جماعه، اللي الكلام هذا تاع مانيفيستاسيون راه يضل نكاز ينقز. واش دار نكاز؟ يعني ها هي مثال تاع نكاز. هاو عندنا بحال ما واش دار، واش بدل؟ حنا كيما قلت انت، نهار اللي يتبدل ثم تعود يعني اجماع على التغيير هذا والمصالحه وكذا، هذا لو سافوار فير تاعنا اللي راهو هنا في الاوروب ولا في الامريكان ولا وين كان يهبط، يحوس هو الفائده يعود هو يتبع فيها. لانه علاه اذا كان انسان مثقف في المستوى ما خرجوش التحواس لفرنسا ولا خرجوا التحواس للامريكان، خرجوا الوضع السياسي، خرجته الحقره. لانه الناس اللي خرجت ما خرجتش الكرامه، ما كانت يعني ماهيش موضوع ثاني، يعني كرامه، موضوع كرامه. ما تكيش نفسروها، نلقى انسان خرج، انت كي خرجت يا استاذ نلقيها 90% راه كرامتك كانت في اللعب بطبيعه الحال. ايش لانه علاه الماكله كاع الناس راهي تاكل، والرقاد كاع يعني الحوايج اللي ديرها الناس في الجزائر ديرها في فرنسا ولا ديرها في امريكا.
المشكل انه كي انسان يعود حريته مقيده، مش نقول لك انا حريه سياسيه ولا حريه عموما، يعني وين كنت حريتك مقيده في البلاد وكرامتك ممسوسه في البلاد، نهار اللي ترجع للصوالح للنصاب تاعها الناس هذه ما ظنيتش راهي يفرط في، يعني من باب صله رحم ناسه كرهنا من الطياره، ظل هذا الطياره وقعد حياتي كامله انت رايح شيء الناس تخلص من دي، واش راني ندير انا هنا واش راني ندير، مانيش انا مقيد هنا قاعد تروح للخدمه وترجع للدار، تروح للخدمه وترجع للدار، ضارب كي كي البئر تاع الناعوره تروح تعمر في الماء وتفرغ وتجيب، واش راك دير؟ هو راه وانا نقول واحد الديفيزا تاع 6 اشهر ولا تاع 3 اشهر يجي يحوس خير منك تاع استاذ على 99%، لانك انت راه عندك هنايا الناس هذه اللي اقتنعت باللي كاين الحاجه البلاد تبدلت تحرق، وهذه ماشي سهله باش تبدل البلاد صح بخدمه، يعني انت قلت انا قضيه ماديه راها صح ماشي سهله باش تقبض طياره من لندن حسبه، باش تقبضها من تركيا حسبه، باش تقبضها من كندا حسبه، ننظموا الامور يا استاذ يا خويا، وحنا باللي نطيقوا عليها نطيقوا ب 1 اورو نساهموا بها، نطيقوا ب 100 اورو نساهموا بها، رانا هنا يعني ما نقولكش انا راني عندي دراهم، نقول شنو بالمستطاع. والناس اللي عندها نيه التغيير يا خويا تساهم وتبان، دوك الناس تبان، احنا رانا 20 واحد يمكن ينفعوا. يا المهم هي قضية الرجال برك، فهمت قضية الرجال، الرجال هي مجموعة من الرجال اللي هما قادرين، قسما بالله شوف نقول لك لو كان جات الناس عندها نية صادقة صح وفعلا عندها إخلاص، والله العظيم غير فقط هذا الناس اللي راهم في فرنسا، ما نتحدث لا على الامريكان ولا نتحدث على بريطانيا ولا نتحدث على المانيا ولا نتحدث على دوله واحده اخرى غير الناس اللي راهم في فرنسا برك، شوف الناس اللي في فرنسا يقلبوا، لو كان شوف يستعملوا فقط غير الدراهم نتاع زكاه الفطر، ماشي حاجه واحده اخرى، والله ماشي حاجه واحده، زكاه الفطر برك لو كان يصرفوها في مشروع نتاع قناه فضائيه، زكاة الفطر فقط وحدها برك، قال درك مثلا من العام العام انت راك راح تدفع مثلا 20 اورو ولا 30 اورو تاع زكاة الفطر، تروح الكاس قال قناة فضائية ترك راح تمدها خرجها، هاد زكاة الفطر تاع الناس اللي راهم في فرنسا، والله العظيم شوف غير نغيروا مش فقط في الجزائر، نغيروا على المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي وحتى على المستوى العالمي، والله إلا فكرة من خلال برامج، من خلال برامج ومحللين وناس مفكرين، وتعطى الفرصة لهذا الناس المصلحين الدعاة اللي هما يدعيوا دعوة ربانية صحيحة خالصة لوجه الله وكذا، والناس تخدم راه ما تقدر معاه الناس قاعدة تمارس تسند في الفساد، سندوا في الفساد، والله صح سندوا في المفسدين، وناس مش حابه حتى تخدم، والله لو كان لقيت الناس اللي يوقفوا معايا قسما بالله ابارتمون برك، واش قادر واحد دوك مثلا من فرنسا هذو اللي راهم ارباب المال هذو اللي راهم ابارتمون برك، نلقى ابارتمون برك، انا دوك راني كاري نلقى ابارتمون برك، ابارتمون يدير فيه الواحد استوديو ويدير فيها قال مثلا صالون يستضيف فيه الناس هكذا، وقال مثلا حجرة غرفة ولا زوج مثلا لو كان يجيك ضيف هكذا يبات فيها ولا، ويكون معاك عندك معاك تقني، وقال مثلا واحد في الإدارة ولا ذيك، والله نخرج العجب، العجب نخرجه، على بالي عندك خبرة في الموضوع صح سيفري، بصح الله غالب تلقى وحدك انت ما كاينش الناس اللي يا استاذ فمك تشوف بين قوسين، والله ماني باغي استاذ ما نقاطعكش، انت ما بعتش المبدا تاعك، انت ماكش بايع المبدا تاعك، كاين ناس باعت المبدا دارت قنوات هنا في فرنسا، القناه التاليه ما نحكوش الاسامي التمويل تاعها باين منين، والله غير باين بيان سور، ما نذكروش الاسم راك عارفه يا استاذ، على بالي انا غير شفت واحد شفتو دار حصه مع واحد عرفتو باللي ما بيو البرطيه السعوديه مولتي باينه كاع يا ودي، انت يا خويا استاذ والله ننوه ربي لوجه الله، انت نوي النيه يا خويا، ورانا هنا الخاص كاين يا خويا، واللي قدرنا النيه انا واش من النيه، انا ناوي ناوي معاود يعني عندي سنوات وانا نجتهد وحدي، لو كان جات راه عندي الامكانيات
يدار برنامج حتى واحد كان جات عندي يمكن على بالي، على بالي هذه بدون شك الامكانيات نتاعي الخاصه ونوصل، لكن الله غالب حكت الواحد المستوى وان انه ذوك غمونا تشوف ذوك راهم عندهم عشرات ومئات والاف صفحات في اليوتيوب نفس الشيء، غمونا بالقنوات الفضائيه واسمه قناه فضائيه، وحتى قال مثلا في وقت سابق قال مثلا كانوا يبعثوا لك مثلا اخبار والله يبعثوا لك اسمه، دوكا ما عادوش يحوسوا عليك لانه راهم يصنعوا في ناس اخرين، فهمت؟ يصنعوا في ناس اخرين، تشوف مثلا في واحد في وقت من الاوقات قال مثلا تروح تعيط العيايده كان نهار اللي كان واحد ما يتكلم ومدني مزراق والاخر والاخر والاخر، تجيب انت هذيك الاخبار هي اللي تصنع بها، دوكا ما يروحوا الناس اخرين، هم يروحوا يصنعوا في ناس اخرين ويدعيوا من انه راهم يغيروا راهم يحاربوا راهم يصنعوا في ناس اخرين. قاعدين تحطيم من اجل تحطيم اذاعه وطني، تحطيم اذاعه وطني، هانا سكرنا اذاعه وطني. قالوا ياسر يا احترام اذاعه وطني كما قلت بصح ما طاقوش والله ما قدروا، لانها قدمت ماده والله الا قدمت حاجه مليحه. اذاعه وطني والله الا بينت الناس ياسر، ماشي قال على كما يقولوا الى بعد راحوا للقنوات الفضائيه وراحوا وصاروا روح بسلامه بالعافيه، فهمت؟ الناس ما عندهاش اخلاص وما عندهاش فعل الناس اللي كان جاي هو المشكل، فهمت؟ المشكل اخلاص في المستوى في الفيسبوك، تحل مجموعه يديها لك في الفيسبوك ناس معاك هكذا قال يجي هو انت راك مثلا في نقاش واش يجبدوا ارواح ندير صفحه واحده من هي هو ارواح منا وارواح لنا، وحتى احنا ثانيا نديروا في حوارات تدير حاجه هو يدير يخطفوا لك في البرامج هكذا. قال مثلا قبيل انا قلت كلمه هذه يعني نتاع الانتخابات الرئاسيه، قال ندير ان مثلا موضوع البطالين والله نتاع الجيش والله نتاع قال مثلا الشباب والله نتاع الطلبه والله، يروح يدير لك ثم يروح يدير لك برنامج، هم داروا لك برنامج في النهار يهزوه لك يخطفوا لك هكذا روح الحمد لله. انا بالي يدي من يدي الفكره لانه ماهوش مهني، ما عندوش مهنيه هو ينقل وخلاص. هذه قاعدين السرقه نتاع الافكار قداش هذا هو يعني. ومن بعد حتى معلومات ها ونهار هضرت على محمد الوالي واحد دي انت راك تخلط انت يا وانت راك تقول انت راك بعد خمس شهور من بعد او محمد الوالي مات ولا يغنوا سيفري تم نهار اللي مات ولات الناس قاعد تتكلم عليه. ربي يهدينا المخلق ربي يقدر الخير. ربي يا خويا استاذ ربي يجازيك انت، ربي يبارك فيكم، المهم على النية سامحوني وسامحوني وسامح على بالي الباطل راه ونلتقي ان شاء الله في فرصة واحدة أخرى. ربي يبارك فيكم ان شاء الله. السلام عليكم، شكرا لكل الإخوة اللي كانوا يتابعوا فينا، نلتقي ان شاء الله في فرصة واحدة أخرى. السلام عليكم. السلام.